الاهلي يكتفي بثلاثيه في شباك القطن ويحقق اول فوز في دور المجموعات ويتمسك بالمنافسه على التاهل لدور الثمانيه. كابتن شريف الف مبروك. فوز يعني مش عايز اقول فوز سهل ولكن فوز مستحق للنادي الاهلي. اولا الف مبروك. احنا دايما بنتمنى كل حاجه. بنتمنى الاداء، بنتمنى النتيجه، بنتمنى كل شيء لاسباب الدنيا كلها عارفاها، لرسائل احنا بنبعتها لكل الفرق اللي حوالينا. انا هقول لك من دلوقتي ان شاء الله ماتش المقاولين العرب، ها لازم تكسب مكسب زي ده وتنهي الدوري. انا بقول لك سيبك بقى من ماتش افريقيا النهارده ده، انا بقول لحضرتك تكسب ماتش المقاولين العرب الدوري خلص خلاص. لازم اللعيبه دي تركز في الماتش بتاع المقاولين العرب ده وانسى ماتش، ممكن اقول لك حاجه، وانسى ماتش جنوب افريقيا خالص دلوقتي. انا ما بقاش بلعب النهارده وهفكر لسه في جنوب افريقيا عشان بطوله افريقيا. ماشي. انا عايز الدوري يوم الثلاثاء يخلص مع فرقه المقاولين العرب. ماتش المقاولين العرب اصعب من ماتش انا لسه بحضر لك التحضير ده ليه؟ بقول لك ليه الماتش النهارده انا عايز انا لسه بقول لحضرتك ليه كده. ايوه. ها ايوه. اللي احنا شفناه النهارده ده ما حدش يرجع بقى يجي يقول لي انا بدور وبريح اللعيبه وفلان ده اما اجي ما الاقيهوش في اللعيبه اصلا اقول لك اصل عنده اجهاد وفلان ده اصل كذا. النهارده في حاجات شواهد كتير قوي انت نجحت فيها مع فرقه الحقيقه احنا كلنا عارفين، بل افريقيا كلها اللي عارفه، بل هم نفسهم اتكلموا عن انفسهم وقالوا ان احنا بعاد خالص السنه دي عن اي مشاركه او اي تنافس. انا بس عايز اعرف الجول اللي احنا جبناه في الدقيقه 90 ولا في الدقيقه كام؟ 92 يا اسامه. الجول ده ما الكوره سهله اهي. دي بنصعب. انا بقول لك ليه الجمله دي؟ مش بقطع ولا بقول الاهلي حلو ولا الاهلي وحش. ها؟ طب ما هو يا ايمن الكوره اهي. الكوره اهي على مدار ال 90 دقيقه تقدر في كل ربع ساعه تعمل كورتين ثلاثه من دول. مش هقول لك كل خمس دقائق. بسهوله مع فرقه زي مع كل ربع ساعه. يبقى انا عندي ايجابيات النهارده بتفرج على شواهد دخول لعيبه واعده. لعيبه عايزه ثقه بس انها تبقى موجوده، لعيبه عندها امكانيات، لعيبه عايزه تبقى موجوده في الصوره معانا. ليه؟ لحاله الاجهاد اللي انت بتتكلم عنها، لحاله الاصابات، لحاله الايقافات، لحاله الثلاث اربع دوريات اللي انت بتتكلم فيهم. بتتكلم في كاس نهائي كاس اللي جاي، بتتكلم في دوري عام، بتتكلم في بطوله افريقيا اللي انت بتحاول انك انت توصل، واما بتوصل بيبقى لك شكل تاني وانياب تانيه خالص. احنا النهارده بنتكلم ان احنا عندنا البيز موجود، الاساس موجود، انما التفكير والتركيز بعيد قوي يا كابتن. النهارده احنا بنتكلم في اول شوط كسبانين 2-0 على فترات من خلال الشوط الاول. الشوط الثاني انت هل استكفيت ولا انت مش قادر؟ ده سؤال رد عليك الجول الثالث. الدنيا سهله جدا. انا لو بلعب بالمفهوم ده واللعيبه بتفكر في الملعب واللعيبه بتتحرك في الملعب، انا كل 10 دقائق اقدر ابهج جماهير النادي الاهلي واقدر اخض كل الفرق اللي انا بلعبها بسهوله جدا. ايه اللي حصل؟ لاعب مسك الكره ولاعب اتحرك له ولاعب عمل باص سليم ولاعب تاني جه من الناحيه التانيه قطع وعدت من اصلا من راس الحربه اللي موجود راحت للجاي الهاف ليفت الهاف رايت وراح حاططها ببطن رجله يملك الامكانيات. فاحنا عايزين ناخد الايجابيات دي النهارده. وسيبك من الحديث بقى عن مباراه قطن كاميرون اذا كان القطن يستطيع او انت بتنافس. احنا قبل ما بنلعب قلنا هنكسب 3-4 قبل ما نبتدي. ليه؟ لان الشواهد موجوده، لان احنا النادي الاهلي كمان. بس انا علي معلول مش هيلعب ماتش مقاولين ولا ايه؟ ليه 90 دقيقه؟ عشان مسك كمل لحد الاخر. ليه علي معلول وفي عندك كذا حد كان ممكن يلعب؟ وليه العب بثلاثه باربعه ورا النهارده؟ ده انا اقدر اطلع علي معلول واحط اي تغيير انت عملته في نص الملعب ونبقى بنلعب 3-4-3. بس سهله قوي يعني. بس دي مش بتاعتي. عايز اقول لك حاجه، بقول لك دي مش بتاعتي. بس في مباريات يا ايمن في المنطقه دي يبقى فيها تفكير معين انت ممكن تحتاجه. لو تاخرت بهدف مع فرقه تانية وعايز تهجم بثلاث فراوده واربعه في نص الملعب وثلاثه باكنج ليك ولازم تضغط. انا اللي شفته النهارده ان انت لما الكوره بتطلع من الدفاع لوسط الملعب عندك وبعدين بيفكروا يروحوا الناحيه الثانيه دفاعك واقف ورا لسه يا ايمن ما بيطلعش. مع دي غلطه فظيعه بتحصل. دفاعك بيفضل عامل سبيس لورا، الكره لما تعمل بتخش نص ملعبك بيبقى ظهره فاضي، عشان كده الكونتر اتاك بيعورك والناس تلاقي مساحات تجري فيها.
فدي حاجه برضو انا بتكلم فيها. بتفرج النهارده في مباراه بعتبرها تمرين للمباراه اللي جايه. ايوه. فمبروك اولا، وثانيا ان شاء الله يوم الثلاث مبروك باذن الله، وننهي بقى موضوع الدوري ده لان كله هيجي له الاحساس ده باذن الله بعد ما تكسب. بس ماتش صعب، خلي بالك. ايه؟ ماتش الثلاث مفيش ماتش صعب. لو بتلاعب النمره 16 في الدوري مفيش ماتش قدام الاهلي سهل. ده انا بكلمك عن المقاولين العرب شكلا وموضوعا. بقول لك تكسب المقاولين العرب الماتش الجاي عشان تقول انا خلاص انسوا البطوله دي، والولاد كمان يبقى عندهم الثقه في الكلام ده، وتخش بقى على بعد كده ايه السيناريو الجديد اللي انت سهل جدا انك تروح تكسب في جنوب افريقيا. في ايدك، في ايدك جدا انك تكسب، انما بالبطء اللي بطلع بيه من ورا ومفيش تدعيم لنص ملعبي، ونص ملعبي بيدور على فراودتي واحنا الثلاث خطوط مش كومباكت كده مع بعض، هو ده اللي احنا نتكلم فيه وهو ده اللي احنا نقول فيه، لابد ان يكون هكذا. بس مبروك النهارده، مبروك الاهداف، مبروك عوده الثقه لبعض اللاعبين، مبروك لكندوسي الهدف اللي جابه، تتمنى البيرسي واتمنى لطاهر، مبروك طاهر رأفت خليل اللي الدنيا كلها مراهنة عليه من ايام وهو اصغر من كده كمان. فبالتوفيق ونشوف الاحسن ان شاء الله يوم الثلاث، ومبارك لبعض ان شاء الله رب العالمين باذن الله. كابتن علاء مبروك، فوز مهم جدا كنا محتاجينه. مبروك يا عم، ثلاث نقاط مهمين جدا وفوز انت كنت محتاجه، انك اول فوز ليك في بطوله افريقيا مع فريق انت غالبه قبل ما تلعبه. كنا هنتكلم يعني كوره يعني مش حاجه تانية. انت الفريق ده ثلاث نقاط موجودين معاك من قبل ما تلعب، ان الفريق يعني تماما ملوش دعوه بكره القدم. هم قالوا نفسهم ان احنا كمان بعيد خالص السنه دي، وفعلا من أسوأ المرات اشوف فيها كره الكاميرون بهذا الشكل، ان كره الكاميرون على طول موجود في بطوله افريقيا. أسوأ مره اشوف الفريق ده بالشكل ده، ان الفريق لا يملك شيء تماما. يعني في فرقه تبقى فنياتها ضعيفه قوي، تحس ان في لياقه بدنيه عاليه، تدخلات جامده، في جري كتير، لا دول ما عندهمش اي مبادئ الكره خالص. يعني فريق ما يتعبكش. اللي كان اللي حصل ان انت بعد الشوط الاول اطمنيت على المباراه تماما. 2-0 المباراه بالنسبه لي كهدف خلصت. الثلاث نقاط خلصوا، مفيش حد بقى ما بيحبش يسمع الكلام ايه؟ الكوره فيها العجب ودي لسه شوط ثاني، كلام فارغ كله ما ينفعش مع الفريق بتاع النهارده. في فرقه كده الموضوع انتهى تماما. اما اجي افكر انا في الشوط الثاني، ده السبب اللي حصل فيه هدوء الشوط الثاني بسبب النتيجه الشوط الاولاني؟ نتيجه الشوط الاول يا ايمن تعمل لك حاجتين، تهديك انت كفريق انك ثلاث نقاط معاك، وانا قلت لك بين الشوطين ايه؟ انزل الشوط الثاني النتيجه 0-0. ليه؟ لان عايز بدور على هدف واثنين وثلاثه، ليه ما كسبش 5-6 النهارده؟ عشان بقول لك انا الفرق بتسمع نتائجك، الفرق بتتفرج عليك. لازم يبقى عندك في لعيبه كتير جدا يجيب جول عنده ثقه في نفسه. انا عجبني النهارده قلت لك محمد شريف النهارده في بدايه الاستوديو يجيب جول، جاب جول النهارده، جول حلو قوي الجول الاول وفي اول مباراه. ثقه عادت للشريف، سيبك ان هو جات له اصابه ان شاء الله تبقى خفيفه ويرجع تاني للفريق. الاهداف بتدي الثقه للعيبه. خندوس النهارده اول هدف ليه تمام، مع ان ليه شويه ملاحظات. الهدف الثالث رافت لعيب واحد وكده، لكن يعني ايمن الكره النهارده اي حد بيلعب الكره النهارده لمسه ولعبه انت هتروح للجول بمعدل 5 دقائق، كل 5 دقائق انت في قلب الجول بتاعه، مش اكتر من كده والله. مش محتاج تجري بالكره خطوتين، مش محتاج ابقى واقف على 18 والفريق تلعب على 18. ما اعرفش يعني الثقافه دي خلصت من زمان. يعني النهارده المفروض تجرب حاجات جديده حتى لو ناقصاك. النهارده فرصه الشوط الثاني، انا لو انا كولر يعني عمر ما هبقى كولر طبعا، الشوط الثاني اول حاجه اعملها اروح مغير علي معلول على طول. علي معلول شكرا كفايه، عشان احنا عندنا في خناقه اسمها خناقه يوم الثلاث، خناقه مش مباراه كره قدم، خناقه بتاعت لاعب فريق قوي جدا جدا محترم، ترتيبه كويس جدا في الدوري طبعا. مش عايز يفرط في نقطه. كابتن شوقي عامل له شكل وطول عمره اقول عرب من ايام كابتن شريف كمان، لا فريق يحترم، فريق قوي جدا. فهيلاعبك الموضوع اللي شفناه النهارده، لا الموضوع مختلف تماما، اقرب نفسك. لحظه خليني اكلمك على اللي شفته النهارده. ممكن الشوط الثاني يكون كان فيه تعليمات مدرب انك تلعب بكل هدوء، تلعب بعيد عن الاحتكاكات، انت كده كده كسبان. ممكن يكون قال لهم نفس الكلام اللي انت بتقوله يا كابتن، انت العب بسهوله هتلاقي نفسك كل دقيقتين ثلاثه قدام الجول. ولكن الهدوء كان زياده عن اللزوم، يعني الهدوء تقريبا ما اسفرش غير مثلا عن هجمتين اللي هم نقدر نقول منهم ان النادي الاهلي ممكن يجي فيهم جول، منهم الجول اللي هو دخل بتاع رأفت خليل.
لو انت بتسمي ده هدوء يبقى انا اعرف الهدوء غلط. لا انا بقول لك ده مش هدوء. بقول لك فكر اللعيب. ما هو لا مش هدوء. الهدوء انك حتى وانت هادي الكره ما تضيعش منك. انما انت النهارده برضه بتعمل لك كويس. يعني. كويس. لما تطمن على مباراه زي كده دايما 2-0 في الشوط الاول. انا سيبك من بدايه الشوط الاول. انت محتاج مكسب وكده وقلق والكلام ده، الحمد لله ربنا كرمك بهدفين. الشوط الثاني زي ما بقول لك معلول شكرا. ريح كويس قوي لانك انت اكتر واحد محتاج روتيشن في فريق النادي الاهلي علي معلول. ايوه. رقم واحد لان الراجل ده مستهلك تماما. وكان اسامه بيتكلم في بدايه الاستوديو ان هو لازم في واحد واثنين وكده. علي لحد الان انت مش لاقي الممكن يسد مش محله. يعني ها 70% مكان علي معلول. فطبيعي ما عندك ورقه رابحه زي علي معلول انا بتنشا على اي فرصه عشان رايحه. النهارده بس انت بس انت احسن واحد النهارده في فرقه النادي الاهلي. ما هو عشان علي معلول ده مستواه دايما. علي معلول دايما بينزل اي مباراه انا النهارده نازل مباراه وهعمل كل اللي عندي بنسبه 100% على الفنيات اللي عنده فبيظهر بالمستوى ده. هو ده لعيب الكوره انت محتاجه. فعشان لعيب الكوره اللي محتاجه ده ومفتاح مهم جدا من مفاتيحك على قد ما اقدر احافظ عليه. احافظ عليه ما كدوش. في مباريات مش محتاجه خالص. النهارده شكرا محمد اشرف. أيوة. هتعمل حاجتين، هتريح علي ان شاء الله يوم الثلاث وتدي محمد اشرف فرصه مباراه سهله ممكن يفكر يعمل هو عايز فيه في المباراه هتمشي. تدي ثقه للولد الصغير تريح علي معلول وانت انت في الاخر اصل انت بص امام المدير الفني بيحاول ياخد من المباراه كل حاجه حلوه تنفع هو وتنفع فرقته. طبعا الحاجات الحلوه النهارده ايه؟ ثلاث نقاط حلوين قوي الحمد لله مهمين. اعمل ايه بقى؟ المجهد اريحه، اللي عايز اديله فرصه من بدري، يعني انا كان رايي رأفت ياخد شوط من بدري شوط كامل لان اولا لعيب كويس قوي، لعيب واعي جريء، عندك كل حاجه حلوه. اللعيبه الصغيره اللي انت بتوسم فيها ان هم هيبقى نجم الذكاء انك امتى تلعبه؟ النهارده بمنتهى الذكاء والحكمه ادي اكبر فتره للنجوم دي لانه خلاص انت بتلاعب فريق مش عامل لك اي مشاكل، فرقتك كل حاجه ماشيه كويس، جماهيرك مسانداك، دايما الناشئ بيحب الجو ده. أيوة. ان الفرقه كسبانه ومفيش مشاكل وعندك جماهير هتطلعك السما. صح. كل ده بص مفيش ناشئ حط رجله في النادي الاهلي غير ما تمنى الجو ده. يلعب في الظروف. ياما ناشئين لعبوا احسن مننا بس الظروف مظبوط ما خدمتهمش فمشوا. صح. عشان كده دايما بقول لك انا ايه ازاي تلعب الناشئ. النهارده لازم رأفت يلعب بدري، محمد اشرف شكرا يا معلول. انت مش راضي عن الاداء الشوط الثاني؟ لا لو حد راضي شريف. لا لا لو حد راضي في جماهير النادي الاهلي يتفضل يكلمك. انا مش راضي عن الاداء بس كويس مكسب. انا على فكره عندي حاجه بقول لك دايما لو انت حتى ادائك مش عالي قوي كسبت هقول لك مبروك لان انا عايز دايما الاهم. وقلتها على فكره بقول كلمه انا عارف بقول ايه قلت النهارده حتى كان تعليق على كلام بلال. انا يهمني النتيجه. انا يهمني النهارده النتيجه لان النتيجه هتديني خطوه كويسه. صح. وانت ابدا اصلح لان لا قدر الله حصل حاجه مفيش تصليح دايما كده انتهت. بس انا دايما انا طماع في حاجه بحب دايما الحاجه تبقى حاجه دايما الاحسن لان انت النادي الاهلي. ايوه انت النادي الاهلي بدور ان انت في احسن حالاتك توصل لدرجه انك شبه حاجه كامله. عشان كده بقول لك خد النهارده ومباراه النهارده السهله الضعيفه دي خد منها كل حاجه حلوه. قلل اخطائك، قلل مساحات الجري، دي برضو حاجه تعمل روتيشن لنفسك ده. يعني لعبت النادي الاهلي النهارده عارف بشويه هدوء. صح. انا اعمل روتيشن لنفسي في الملعب ايه؟ الملعب خلي الملعب خلي الملعب بس مزبوط. ده ما كانش كان بيتكلم بيقول لك ليه من 18 ل 18؟ طب ما انا خليه من السنتر اللي عندنا والعب على النص بتاعه هو اساس نص ملعبه هو عمره هيجي عندك غير بكره طويله وانت ما شاء الله عندك ياسر وعبد المنعم ورام الشناوي حتى ما عندهمش ناس حربه يلعبوا عليه ويعمل لك مشاكل. يعني مثلا فرقه الهلال مش عارف كان بلال مين ولا بيتكلم عندهم الراجل ناحيه اليمين ده سريع جدا فبترمي اي كوره عامل لك مشكله عشان كده تقلق منه. ده ما عندهمش مشاكل. مفيش مشاكل يبقى انا المشاكل دي اخدها ليا انا ايجابيات. اقلل المساحه كويس قوي، اقلل كميه جري في الملعب على فكره من غير تغيير خالص بهدوء جري بسيط مساحات قليله مساحات بسيطه. اولا طول ما خطوطك قريبه التمرير الخاطئ نسبته هتنزل للنص تماما يا ايمن تماما. اللي بيخلي لعيب بيخطأ ايه؟ المساحات بعيده بيضطر بيجري بالكوره. الملعب ده او الملعب كان على فكره بقى سيء جدا للاسف. لسه كان فاكر نقطه الملعب دي والله. لا الملعب سيء جدا عشان كده سيء جدا. الملعب غريب جدا يعني. جدا. صحيح. بس هقول لك حاجه ايمن، الملعب سيء يبقى محتاج مش جاري بالكوره. يعني برضه ما هو تلعب يعني مظبوط ربنا ادانا عقل يعني، الملعب وحش ما اجريش بالكوره، الملعب حلو يساعدني اعمل كل حاجه. عشان كده بقول لك
مش منافع جري بكره مش كويس ملعب النهارده. التمرير لازم يبقى اسهل من كده. افتقدت حاجه النهارده مهمه قوي. هو جاب جول وباركت له وهايل. افتكرت رقم 10. رقم 10 في ايه؟ رقم 10 في الاستحواذ، رقم 10 في التمرير، رقم 10 في همزه الوصل. كندوس النهارده لعب رقم 10 بس لعبه ايه؟ اللي هو راس الحربه تاني. بدليل الهدف اللي جابه كان هو راس الحربه، لكن هو يعني هو ما عملهاش ايه؟ اندفاع من خلف الامام، هو كان مكانه هنا. كندوسي دايما النهارده عمل مشكله او غلطه، يمكن عشان لسه اول مره، دايما ظهره لحارس المرمى بتاع القطن الكاميروني. ومش لازم يبقى كده كندوسي، المفروض في مركز لازم كندوسي هو اللي شايف الملعب، هو اللي بيعمل الحته اللي بيعملها محمد مجد دايما الاستاذ بيتكلم عليها. رقم 10 هو يبقى ده، وبعدين يكمل الحته الثانيه اللي هو عملها النهارده. هو عمل حاجه قبل حاجه، لكن الاهم ليه هو اللي بيلعب، هو اللي حاكم في الريتم، هو لما يلاقي فيه باص غلط باص غلط باص غلط تروح ماسك الكوره واحده اثنين ويبدا ثاني. ده رقم 10 اللي موجود في كل الفرق. الراجل بيتحكم لك في الاداء، بيتحكم في الريتم بتاعك، بيتحكم في شكلك كويس قوي. لكن القندوسي هو كولر شايفه في الحته دي. قندوسي عامه لما بيلعب على طرف من الاطراف مش بره خالص بيبقى اداؤه اقوى من كده بكتير. لكن النهارده دي ايجابيه، النهارده قندوسي لعب النهارده افريقيا اول ماتش وهدف، فاهمني؟ ايجابيه، خدت لعيب جديد استفدت منه. كان كان ممكن محمد مغز يديله وقت النهارده برضه ما ينزل يهدي اللعب ياخد ثقه في نفسه الامور تبقى احسن. لكن خلاص الاهم، عشان بس ما فيش حد ياخد كلامي غلط، الاهم حصل، وده الحاجه اللي انا كنت عايزها النهارده. ثلاث نقاط الحمد لله، عندي الثلاث المقاولين مباراه صعبه جدا، هتاخد احتكاك قوي جدا جدا طبعاً. جدا وان شاء الله سافر سان داونز، ده الصح بقى، ده قمه تركيزك، وتشوف هتلعب ازاي، وتشوف العناصر اللي انت ان شاء الله تبقى عندك كلها متاحه، يا رب كلهم متاحين، مش عايزين اصابات، لان مباراه سان داونز مش سهله. ومناسبه الاصابات، يمكن الدكتور ابو عبله صرح بعد المباراه ان محمد شريف واخد كدمه جامده جدا في الحوض وفي الضلوع عنده، هيعمل اشعه وربنا يطمنا عليه ان شاء الله. ان شاء الله يبقى سليم محمد بعد هدف النهارده، اتمنى موجود. ومحمد هاني برضو نطمن عليه برضو ان شاء الله، عايزه موجود، يعني بتمنى موجود حتى الماتش الثالث، لان محمد شريف جاب هدف انا مش عايزه يبعد، لان دايما يعني الهدافين ما شاء الله في ثلاثه هدافين معانا دايما موجود في الملعب على طول. هدف 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 موجود محمد شريف. ربنا يسهل في الكشف الطبي بكره قبل ان شاء الله خير، لكن خير ان شاء الله، لكن خير ان شاء الله النهارده برضه، دي من الحاجات الكويسه ان احرز هدف النهارده. وان شاء الله بقول لك ايمن، سان داونز التفكير فيه اكيد مش قبل يوم الثلاث، خلص ثلاث على خير يا رب، ويبدا تفكير سان داونز، التفكير مع سان داونز شيء مختلف تماما تماما عن النهارده. الحزبه مختلفه، والحزبه لازم تلعب على جزئيات صغيره جدا جدا جدا. انت بتلعب فريق ما يستحملش الاخطاء، الى جانب ان هو اكيد محترمك كويس قوي قوي، وعارف ان انت هتسافر عشان بتلعب على ثلاث نقاط. لو المفهوم ده سافرت بيه ان شاء الله بعد يوم الثلاث انك رايح سان داونز للثلاث نقاط، هترجع بيهم ان شاء الله من غير اي حسابات ثانيه. كنت تتمنى ان ما يبقاش في ماتش يوم الثلاث؟ اكيد كنت اتمنى، طبعا طبعا انا بتمنى اي يوم راحه لعبت النادي الاهلي طبعا، لكن انت تستفيد. لكن خلاص يعني هو ده قدرك، ومش هنتكلم فيها ايمن، لان خلاص يعني حاجات جداول اتعملت وكده، انت ما بتعترضش، بتطلب، حصل حصل، ما حصلش خلاص انا ما عنديش مشكله، مش هشتكي. مش النادي الاهلي بيشتكي بيقول لي لا انا كان، لا لا الحمد لله عندك لعيبه ولعيبه جاهزه، وان شاء الله يأدوا المهمه كويس قوي. انت عندك ما شاء الله كلهم رجاله وبيتمنوا يلعبوا، وان شاء الله نعدي بس اهم حاجه الثلاث، لان ده مهم جدا بالنسبه لنا. تسافر سان داونز ان شاء الله يوم الثلاث، بعد يوم الثلاث وانت كسبان، وده مهم، لان المباراه صعبه وقويه. وبص ايمن، هي مجهده جدا بس انا بالنسبه لي مفيده. لما تعمل احتكاك مع فريق المقاولين بالقوه اللي انا متاكد منها وكل الاستوديو متاكد منها، وان شاء الله تعدي وتسافر سان داونز، لا تسافر عارف، لا انت جامد، بروفه قويه. ايوه غير النهارده. النهارده لو انت لعبت بعد القطن الكاميروني، لو انت لعبت على الـ على الـ على سان داونز، اعتقد لا كانت الامور هتبقى الـ 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 الامور نفسها نفسيا هتبقى مريح. لا انا عايز اروح وانا عامل مجهود جامد، وانا مشدود، وانا عندي رغبه ان انا اكسب. هو ده اللي بفكر فيه ان شاء الله. عايز تقول حاجه؟ لا يعني انا بخاف من حاجات معينه تاثر نفسيا وانت رايح تلعب. لا لا خالص خالص خالص، لا والله خالص. سان داونز اتمنى انها ما تحصلش يعني. سان داونز حزبه ثانيه خالص. انا بتكلم على حته الاجهاد والتعب، وبعد يومين عندك ماتش ثاني ضد المقاولين لا قدر الله. بص اقول لك حاجه، بص ايوه بص ايوه بص ايوه بص ايوه الماتش هتلعب ولا مش هتلعب؟ هتلعب خلاص، ننسى نشطب على النقطه دي وخلاص على كده، وتبدا تركز فيها. بص ايمن، قدرك كنادي اهلي وكلعيبه النادي الاهلي اللي بيحصل لك. انت زي انت دايما بتخش على القرارات الشرعيه، طلبت تاجيل مباراه، حصل
شكرا ومشكرين جدا على حصل. ما حصلش خلاص. انا هلعب الماتش وان شاء الله هعدي منه وان شاء الله اروح صن داونز وان شاء الله هرجع بثلاث نقاط. يا رب يا رب ان شاء الله رب. كابتن اسامه مبروك، فوز مستحق، بس يمكن نقدر نقول ان الاهلي لعب على قد المباراه الشوط الثاني. اولا مبروك طبعا، الحمد لله، وكلنا يمكن اتفقنا ان ان شاء الله النهارده هنكسب، وقلنا هنكسب سكور، وكنا متوقعين الاهداف هتبقى اكتر من كده، وقلنا لو جبنا جون في اول دقيقه هيسهل لنا كتير، ولكن احنا ممكن تكون قلق، ممكن يكون خوف، طولنا بعد الجون الاولاني، جبنا الجون الثاني في الدقيقه 40 ثم الجون الثالث في الدقيقه 92، لكن مستوى الفرقتين اهلي وقطن ومستوى النتائج ومستوى الخبرات ومستوى اللعيبه الدوليين واضح جدا ان شاء الله، طبعا كل حاجه باذن الله، ان الاهلي هيكسب القطن الكاميروني. احنا كنا مستنيين بس هنكسب كام، وكلنا يمكن قبل الاستوديو وقلناها على الهوا برضو، لكن قبل الهوا كلنا بنقول النهارده النتيجه مش اقل من 3-4، يعني احساس داخلي ان النتيجه للفروق الفوارق الكتير اللي بين الفرقتين. احلى حاجه النهارده في 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 المباراه الثلاث اهداف، الثلاث اهداف النهارده ملعوبين حلو جدا، يعني لما يجوا هنتكلم عليهم. احلى ما في المباراه، احلى ما في المباراه ثلاث اهداف جمال جدا. ايوه، وسيناريو الهدف الاخير هو ده اللي كان مفروض يمشي عليه وتيره الماتش الشوط الثاني من ساعه ما جبنا الجون الاولاني، اللي هو السهوله جدا بين القدوسي وعلي معلول لرؤيه لتحت لرأفت خليل ببطن رجله، ولكن يعني ممكن يكون التوتر من النتائج السابقه اللي هي الهزيمه بتاعه الهلال والتعادل في صن داونز كان مخلي اللعيبه متوتره شويه، رغم ان احنا الهدف الثاني قتلنا المباراه تماما، يعني احنا عارفين حتى وهي 1-0 ان شاء الله ان الاهلي هيكسب، بس الجون الثاني في الدقيقه 40 وطالعين 2-0 كلنا متاكدين خلاص ان النادي الاهلي كسب المباراه، هو كان الخوف لو النتيجه طولت وهي 1-0، لان ممكن جدا ولو فرق كمان اضعف من القطن وصلت مثلا للدقيقه 90 والنتيجه 1-0 ممكن اي لطشه تيجي جون يعني، وفي واحده فعلا الولد نمره 7 خدها على صدره وكان شاط، هو الراجل حسبها اوفسايد بس هي ما كانتش اوفسايد او حسبها ضربه مرمى تقريبا، كان ممكن، بس النتيجه 2-0 الشوط الاولاني نهت انت عايز تقول تطلع؟ لا 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 نهت، اعتقد جت في ايده وحسبها هاندبول. النتيجه الشوط الاولاني 2-0 نهت. هي الفكره الشوط الثاني احنا كنا بنقول يحصل تغييرات. انت كنت متوقع الشوط الثاني ما يحصلش؟ ما انا بقول لك، هقول لك ماشي اتفضل. احنا كنا متوقعين الشوط الثاني احنا خلاص 2-0 الهدوء جه، انك انت كسبت المباراه وفي تغييرات، في هدوء وتغييرات هتحصل، بس الهدوء نزل اللي هي الدرجه اللي هي مش مخلياك تلعب حتى خطر على الجون، حتى لو باستحواذ، زي انا بقول لك زي الهدف الاخير بالظبط، هدوء في النقل جدا وبكل بساطه، هم وقفاتهم غلط، كره من القندوسي حلوه قوي لعلي المعلول برؤيه جامده لتحت وجابها جون. فالماتش الشوط الثاني ما مشيش كده خالص، يعني مشي كده في هقول لك ايه، يعني فترات متباعده كام كوره بس، لكن كان المفروض نسيطر ونستحوذ على الشوط الثاني احسن من كده، ولكن خلاص انت في النهايه كسبت وكسبت 3 والنتيجه اللي انت كنت عايزها. انا متفق تماما مع الكلام اللي الكباتن قالوه، علاء وضح جدا موضوع علي معلول، انه يعني كنا بنستنى او قلنا اول تغيير هيبقى علي معلول، مش عشان حاجه، علي معلول افضل واحد في اللقاء، وحتى وهو هو علي بقى معلول حتى وهو بيلعب برتم قليل بس بيلعب صح قوي، يعني عارف الباصه رايحه فين، عارف التحرك بتاعه فين، ولذلك هتلاقيه مشترك تقريبا في كل الاهداف بكل بساطه، لانه عنده خبره اللعب، عنده الهدوء، عنده الرؤيه. ف كنا متوقعين علي معلول زي ما علاء قال وشرحها، انه علي معلول مثلا هيخرج لعب لغايه الدقيقه 90، رغم انه من اكتر الناس احنا بنقول ايه، حد يلعب مكانه شويه عشان يريحه، الا لو التفكير ان ممكن علي معلول ما يلعبش ماتش المقاولين، لان انت هل في حد فينا عنده شك ان ماتش صن داونز علي معلول لازم هيبقى موجود؟
اكيد يعني الطبيعي في التفكير ان ماتش سان داونز عليه معلول هيبقى موجود. وانت عندك شك ان ماتش المقاولين سهل؟ لا انا صعب. مش بتكلم على السهوله. لا لا انا مش بتكلم على السهوله، انا بتكلم لو احنا حسبناها بيننا وبين نفسنا، انت الدوري العام انت فرق 5 بونت ولسه عندك ماتشين، ومن الشكل العام بالثلاث الفرق اللي بينافسوك. بتتكلم على مين؟ على المنافس اللي تحتيك؟ 2 بونت. 2 بونت بس انت ليك 3 مباريات مؤجله. طيب ايمن انت ليك 3 مباريات مؤجله. وبعدين معلش مع احترامنا لكل الفرق اللي موجوده، انا بالشكل العام اللي شايف فيه اداء المنافسين ليك، انا بقول لك هيخسروا بنط تاني. انا والايام بينا هيخسروا بنط تاني. وانا ما اخسرش. ماشي يا سيدي. انا يا عم انا كمان ما اخسرش يا ايمن. بس ماشي ايمن، انا بتكلمك دلوقتي في مهم وفي اهم. في مهم وفي اهم. ما هو لو في لحظه، لو في مهم وفي اهم، يبقى انت بتتكلم على ان تفكير الراجل الغالب، تفكير مستر كولر الغالب عليه دلوقتي ماتش سان داونز. مش ماتش المقاولين. لا هيبقى مهم في ماتش المقاولين، بس انا بقول لك تفكيره في ماتش سان داونز اكتر. والطبيعي والمنطقي انا من وجهه نظري في المرحله دي، انا بتكلم في المرحله دي، وانت فارق 2 بونت وعندك 3 ماتشات مؤجله ولسه المنافسين بتوعك التلاتة اتعادلوا في الماتشات اللي فاتت. سواء فيوتشر، سواء الزمالك وبيراميدز، ولسه هيحصل تعادلات. انا بقول لك والايام بينا. فانا اقصد مش ان مباراه المقاولين سهله. انا ما بقولش مباراه المقاولين سهله، مباراه المقاولين صعبه جدا. ولكن انا دلوقتي انا بتكلم في المرحله دي. انت دلوقتي عندك المقاولين يوم الثلاث والسبت سان داونز، والنهارده السبت لاعب القطن. انت كلنا كنا بنقول ايه؟ نتمنى ان ماتش المقاولين يتاجل. ايوه. طب هيتلعب. انا بقول لك عشان كده، هل الراجل في تفكيره ان خلى علي معلول يلعب ال 90 دقيقه، ان علي معلول بره حساباته خالص في ماتش المقاولين؟ لان انت لو انا جيت سالتني انت دلوقتي، لو انا اسامه اهو جيت سالتني قلت لي علي معلول بالنسبه لي يلعب ماتش المقاولين اهم ولا يلعب ماتش سان داونز؟ سان داونز طبعا دلوقتي في المرحله دي. بس ماتش المقاولين ده ماتش الدوري. ما كانش الدوري. معلش يا كابتن شريف، ما هو ماشي لو أنا كسبت. عارف لو انت فرقت 5 نقاط ولسه لك ماتشين. ماشي. الماتش الجاي باذن الله. انا مش بقول انه تعب باذن الله. على كلامك انت اللي انت بتشرحه ان التانيين هيتعادلوا وهيتعثروا، اذا الماتش ده 5 في 3-8 زي يوم ما يتعادلوا، اذا ده دوري. ماشي. دوري انت محتاجه. ماشي. البطوله ماشي. دي اكتر بطوله انا محتاجها السنه. ماشي. لا انا شايف ان كله انت محتاجه. بس انا بتكلم. اقرب لك ايه اللي في ايدك دلوقتي؟ انا الاثنين اقرب لك عادي. لا. جدا النادي الاهلي لسه في موقف كويس في. لا بالعكس، انت جددت املك في المنافسه ان شاء الله. كابتن شريف بتكلم على مبدا التعامل في ماتش المقاولين. ماشي. انا مش التعامل في ماتش المقاولين. لا انا مش بقول اكنه فاينل. لا انا مش بالنسبه لي. لا انا بالنسبه لي دلوقتي مركز بعد في لعيبه لعبت ازمنه كتيره قوي. لو لعبت الثلاث كمان وهتلعب بعديها السبت سان داونز ولعب النهارده 90 دقيقه، الماتش هيبقى صعب عليه جدا. دي مش بتاعتنا احنا. دي مين؟ لا انا بقول لك وجهه نظري. انا مش بقول بتاعتنا او مش بتاعتنا، انا بتكلم انت دلوقتي عندي. انا مفهومي انا عندي المقاولين وعندي سان داونز. في ظروفنا احنا اللي احنا سابقين فيها كده في الدوري وعندنا ماتشات مؤجله ولسه فيه في المرحله دي في وضع الخطوره دلوقتي، ماتش سان داونز اهم ولا المقاولين؟ انا شايف ماتش سان داونز اهم. لكن مش معنى كده ان انا بقول ان ماتش المقاولين هنلعبه باستهتار او ان مش اللعيبه مش هتركز ان عايزه تكسبه او مهم. انا عشان كده بقول ايه، هل هو في تفكير الراجل انه لما لاعب علي معلول 90 دقيقه ان هو هيريحه ماتش المقاولين عشان ماتش سان داونز، ولا هيلعب برضه ماتش المقاولين وهيلعب ماتش سان داونز؟ هيبقى 3 ماتشات في اسبوع. هو ده اللي انا بقوله. لكن عامه سواء يعني اللعيبه تغييرات مين اللي نزل ومين اللي طلع، كان النهارده اي تغييرات وارد انها تحصل. صح. يعني كان ممكن جدا انا شايف واحد زي رامي ربيعه جه فتره لما كانت البطوله اللي هي لما احتجته اسمها بطوله اللي هي كانت من غير لما لعبنا بالناشئين كاس الرابطه كاس الرابطه ولما كملنا الدوري لما لعب رامي كتير رامي ياسر مع بعض ادوا كان وصل لمرحله حلوه جدا وكان كان بيأدي بشكل كويس. مش معنى ان رامي غلط الماتش اللي فات في كوره زي دي،
كان ممكن جدا انا في الظروف دي والماتش كده ممكن اريح محمد هاني ولاعبه، مش مجرد انه انا عارف ان هاني ان رامي في السرد باك احسن من الباك، بس يعني بس يستعيد يديله، ممكن يلعب في سرد باك مكان عبد المنعم زي ما واحد زي قفشه راجل بيعرف يسيطر على الكوره وبيستحوذ وبيلعب، كان ممكن ينزل في وقت معين والنادي الاهلي لسه مش مستحوذ ببساطه يلعب ينقل كوره، كان ممكن ياخد. فانا بقصد انه التغييرات اللي نزلوا سواء هم صغيرين وواعدين زي رأفت واشرف وكوكا والراجل عايز يديهم ماشي، وايضا لو كان غير اي حد في ظروف الفرقه دي واحنا كسبناهم الشوط الاولاني 2-0 والحاله اللي فيها الاهلي يعني الشكل العام الاهلي كسبان المباراه. أيوة. فالتغييرات مش معلقين فيها كتير الا غير هي بتاعت علي معلول من وجهه نظرنا انه كان يريح، الا بقى لو هو هيرتاح في ماتش المقاولين العرب. بصفه عامه الثلاث اهداف انا شايف هم اجمل في المباراه، وحصولنا على الثلاث نقط. في لعيبه ادت بشكل كويس، في لعيبه اقل، ولكن الفترة الجاية فترة صعبة، ماتشين مهمين المقاولين وصن داونز، وتاني أنا بقول صن داونز بالنسبة لنا في المرحلة دي أهم من ماتش المقاولين العرب. صحيح. كابتن بلال مبروك، فوز مطلوب، النادي الأهلي حقق المكسب الأول في توقيت مهم وصعب جدا. أه طبعا، يعني هو مبروك للأهلي طبعا المكسب، مكسب جيد، النتيجة يعني انت محتاج محتاجها بشكل كبير، محتاج انك كنت تكسب ايا كان الوضع ايه بالنسبه لك، بتلعب بالاساسيين، بتلعب بالبدلاء، مريح اللعيبه مش مريح اللعيبه، انت كنت محتاج تكسب النهارده، وده امر مهم جدا في غايه الصعوبه. يعني اتفق مع 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 الكباتن، هي اولويات بالنسبه لي للعيبه، بلعب مين وبريح مين وعايز اهدي مين وهريح مين وهلعب مين شويه وبعدين اخرجه تاني، اطمن على النتيجه امتى وادي البدلاء امتى، يعني هي اولويات يا كابتن ايمن. الاولويه في الوقت الحالي لبطوله افريقيا، ده الامر المؤكد منه بنسبه 1000000%. انت بتتفق مع كابتن وسام؟ اه طبعا اتفق 1000000%. انا النهارده عايز ايه؟ انا مش عايز ايه، انا النهارده الازمه فين عندي؟ الازمه في بطوله افريقيا، الصعوبه في بطوله افريقيا. يعني او الصعوبه في بطوله افريقيا. هل الدوري العام سهل؟ ده مش معناه ان الدوري العام سهل زي ما قال كابتن شريف، بس انا الصعوبه الحاليه فين؟ في انهي حته؟ هل هي في الدوري العام؟ انت عندك اريحيه في الدوري العام. انت حتى لو لا قدر الله الثلاث مرات اللي جايين اتغلبت، انت برضه ما زلت الاول. اتغلبت مش تعادلت، اتغلبت الثلاث ماتشات. لا مش هتحصل باذن الله تعالى، بس بقول لاسوء الظروف، لو لا قدر الله انت برضه هتبقى ايه موجود متربع على قمه الدوري. ولكن اللي ادى الاهلي الفاليو الكبير جدا ده والقيمة التسويقية الكبيرة هي بطولة افريقيا. صح. عشان انت كده، عشان كده انت عينك دايما على بطولة افريقيا رقم واحد بالنسبة لك، هو ده الهدف اللي بتسعى له، الهدف اللي بيحطك على منصات التتويج بين كل اندية العالم الكبار، الهدف اللي بتسعى له، عشان كده بقيت اكبر نادي يعني عنده قيمة تسويقية، واكبر نادي عنده انكم من 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 كل الحاجات، من بطولة كأس العالم للأندية للشركات الراعية لا 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 ما الى ذلك، عشان انت بتروح فعلا يعني وبنسبة بطولة كأس العالم للأندية النهارده قيمة سوقية للعيبة النادي الأهلي، أنت بتتكلم عن 29.8 أعلى 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 حاجة في أفريقيا. القطن الكاميروني كام؟ 2.10 250,000 يعني، ما هو بقول لك 2.10 تقريبا يعني ما كملش مليون دولار يعني. بالظبط. فأنت النهارده أنت بتبص وبتفكر وبتقرر علشان تلعب عشان تروح لبطولة أفريقيا. تمام؟ عشان كده إحنا كنا بنتكلم في حتة إيه ما بين الشوطين؟ حتة إن هل أنت النهارده خلاص المباراة أصبحت بين إيديك كنادي أهلي، تمام، أنت كسبان 2-0 الشوط الأول، بتلاعب فرقة في المتناول يعني، فرقة ما عندهاش ما عندكش معاها صعوبات، ما عندهاش أنياب حقيقية لتسجيل الأهداف، هم فرقة مجتهدة يعني، إحنا هنقول عليهم فرقة مجتهدة يعني. فعشان كده كنت بتمنى إن كل لعيب أنت محتاجه في ماتش يوم السبت، مش التلات، أيوه، ماتش يوم السبت، أيوه، ياخد قسط من الراحة كافي عشان تقدر تستخدمه وتستغله بشكل كبير جدا. خد بالك انت رايح بعد سفر تلعب مباراه المقاولين في سفر، وسفر مده طويله، اجهاد، هتسافر اعتقد مش عارف الثلاث ولا اربعه يعني، يعني ممكن بعد المباراه على طول اعتقد لعيبه الاهلي او الاربعه الصبح، فيبقى عندك يومين اتنين فقط لا غير، يوم الاربع يوم سوري يوم الخميس
ويوم الجمعه هتلعب السبت مباراه. فطبعا ده اجهاد على اللعيبه، اجهاد لما تلعب سبت تلعب الثلاثه اللي فات وبعدين ترجع تلعب سبت وبعدين تلعب الثلاث وبعدين تروح تلعب او تسافر وتلعب مباراه في غايه الصعوبه. خد بالك في غايه الصعوبه، محتاج منها على الاقل انك ترجع بتعادل على الاقل عشان تحط الامور في نصابها الطبيعي على الاقل. ليه؟ لان انت ازمتك مش انك اتغلبت من الهلال في الهلال، انت ازمتك انك اتعادلت هنا في صن داونز. يعني هي الازمه الحقيقيه بالنسبه للاهلي مش انه اتغلب في الهلال، وارد انك تتغلب في الهلال، وارد على فكره، وارد صن داونز يتغلب من الهلال تمام وانت تكسب الهلال الناحيه دي، لكن الازمه الحقيقيه انك كان لازم تكسب الماتشات اللي على ارضك كلها او انك تكسب الماتشات اللي على ارضك كلها. الازمه الحقيقيه اللي انت حطيت نفسك فيها انك اتعادلت مع صن داونز هنا تمام. عشان كده انت ما ينفعش ترجع من جنوب افريقيا بنتيجه ايجابيه، ما ينفعش على اي حال من الاحوال بنتيجه سلبيه من غير نتيجه ايجابيه. أيوة أيوة. يعني ما ينفعش ترجع، لازم ترجع وانت مغلوب. أيوة. يا متعادل يا كسبان ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. انت مالكش حل تاني، خد بالك مالكش حل، لان انت خد بالك فرقه القطن زي ما احنا شايفين كانها مش موجوده. احنا يعني هنشيل ممكن نشيل نتائجها يعني، لان هي النتائج كلها بره وجوه زي ما احنا شايفين. يعني هي بتتغلب بره وجوه، فما يعني بالنسبه لكل الفرق ما عندهمش ازمه فيها يعني. فانت الفواصل بالنسبه لك او الفاصل الوحيد بالنسبه لك الوحيد، خد بالك، لان انت لو لا قدر الله في تعثر هناك صن داونز مع الهلال والسلام عليكم السلام بالبلد دي كده. عشان ما ايه يعني ايه تتوقع حاجه زي كده؟ اتوقع طبعا جدا. كابتن انت المطلوب انك تخرج من البطوله، لان انت المرشح رقم واحد. الاهلي ثلاث بطولات متتاليه بيصعد لين اربعه تقريبا، اربعه ولا ثلاثه؟ ثلاثه متتاليين اربعه ثلاثه بتكسب اثنين وتخسر واحد. ده معناه ان انت المرشح الاول للبطوله. ولما رحت كاس العالم للانديه مظبوط عملت انجازات. فانت ايه المطلوب انك تخرج؟ انت قصدك ان الامر في ايدك في الوقت الحالي، في ايدك طبعا. لو لا قدر الله اتغلبت من صن داونز خرج الامر ان شاء الله ما يحصلش، يعني خرج بالكليه. فعشان كده بقول لك، هل احنا ما عندناش التحدي؟ لا عندنا التحدي ده. هل الاهلي لما بيتحط في موقف صعب ما بيوجدش؟ لا، بيجيد الاهلي في كل المواقف الصعبه. هل اللعيبه دي كمان نفسها لما بتتحط في موقف صعب ما بتاديش؟ لا، بتادي في المواقف الصعبه. صحيح. تمام. احنا نعهد على اللعيبه دي ان هي بتادي في المواقف الصعبه، يعني اتحطوا في مواقف كتيره جدا 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 وكانوا قد المسؤوليه بشكل كبير جدا 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 جدا. عشان كده بقول لك يا كابتن، النهارده مباراه النهارده هي مباراه للمكسب. يعني عايز تكسب، انت مش عايز حاجه، انت المباراه دي النهارده بتقول انا عايز اخد الثلاث نقط عشان اريح دماغي شويه، افكر بشكل مستريح. لكن لو قدر اي حاجه ثانيه اكيد انت الامور هتبقى مختلفه تماما. فعشان كده بقول لك المباراه دي من بعد الشوط الاول والمدير الفني عينه على حاجتين: ماتش المقاولين، يا ترى هلعب بمين في المقاولين تمام؟ هل هلعب بلعيب ممكن يبقى اساسي عندي هناك في لانك انت مش برضه ال 11 لعيب دول اكيد مش كلهم هيطلعوا بره. يعني مش هتغير ال 11 لعيب وتلعب طبعًا. لا طبعا. يعني بتبتدي تفكر، طب مين اكتر حد لعب ماتشات؟ طب مين اكتر حد مش حاسس ان هو مجهد؟ مظبوط. حاسس ان هو مثلا لسه يعني بيؤدي بشكل كويس او واقف على رجليه مش حاسس بالاجهاد؟ طب مين اللي ممكن لو لعب الثلاث اللي جاي ممكن يروح لا هناك صن داونز يبقى مجهد؟ ففي افكار كتيره في دماغ المدير الفني بيفكر فيها. صحيح. اثناء الجيم نفسه هيشتغل ازاي، هيلعب بايه، هيقاتل في صن داونز ازاي، مين طب المقاولين هل هي مباراه صعبه ولا سهله؟ اكيد المقاولين فرقه ترتيبها في الجدول الترتيب الدوري العام بيقول ان هي والسنه دي ليها شكل. ما انا بقول لك الترتيب بتاعها كمان اللي فاتت. خد بالك انت بتقيس على الترتيب يا كابتن ايمن، حتى لو كانت الفرقه احسن فرقه بس ترتيبها سيء او اوحش فرقه بس ترتيبها كويس، انت بتقيس على الترتيب، لان الترتيب ده برضو له عوامل مختلفه. مدير فني بيشتغل كويس، لعيبه بتشتغل كويس، روح قتاليه عاليه، توفيق مستمر مع ما خد بالك. صحيح. دي برضو عناصر مهمه جدا وانت بتلعب الفرق لازم بتعمل حساب. انا ممكن العب فرقه هي موفقه تمام او بتلعب فرقه مش يعني هي برضو دي حاجات خد بالك انت لازم برضو كمان تحسبها. لا، المقاولين العرب من الفرق الموفقه السنه دي في الدوري العام. صحيح. فانت كمان بتلعب فرقه يعني التوفيق معاها. فالنهارده وانت رايح تلعب المقاولين برضو انت عينك على المقاولين، وفي نفس الوقت انت كمدير فني عندك حيره لانك انت عينك برضو على صن داونز. اسماء من اللعيبه الموجوده اكيد هتبقى موجوده في مباراه المقاولين وهتبقى برضو موجوده في مباراه صن داونز هناك. لكن احنا النهارده بنتكلم يا كابتن ان
النادي الاهلي كل مبارياته القادمه اعتقد من وجهه نظري هي مباراه كؤوس. صح. من وجهه نظري الشخصيه، سواء في الدوري او في بطوله افريقيا، سواء في الدوري او سواء اذا كانت في بطوله افريقيا. صح. يخلص تخلص مباراه سان داونز ان شاء الله على خير باذن الله، نبتدي ناخد نفس، ناخد نفس كبير، لان هيبقى عندك الهلال وعندك القطن بعد كده. أيوة. خلاص انت مش هتبقى مستني حاجه، هتبقى مستني بس هما الاثنين يخبطوا بعض. عندك القطن وبعدين الهلال. اقصد يعني الفرقتين يعني. أيوة. هتبقى مستني بس الاثنين، لانك انت لو كسبت سان داونز هناك وكسبت الهلال والقطن انت بقيت 12 نقطه، مش هتبص لحد. خلاص 13 نقطه، 13 نقطه اسف، مش هتبص لحد. خلاص خلاص انت، خلاص انت يعني حتى لو تعادلت الاول كمان، حتى لو اتعادلت سان داونز هناك ان شاء الله اعتقد برضو الاثنين هيبقوا محتاجين ان هم يخبطوا في بعض، فاهم قصدي؟ وده اللي انت، ودي يعني حاجات الامر في ايدك، اكيد في ايدك طبعا. أيه. يعني طبعا، ودي حاجات بدايه في كره القدم، خد بالك يا كابتن ايمن. فانا اتمنى ان شاء الله المدير الفني، لانه هو عنده ضغط شديد جدا جدا جدا. اتمنى المدير الفني يفكر بشكل كبير ويدرس فرقه سان داونز بشكل كبير جدا جدا. وكنا احنا يعني اتكلمنا عن طرق اللعب والاداء بتاعت مستر كولر هيلعب ازاي هناك، وانت برضه اسال الكباتن يعني هم ان شاء الله باذن الله يا كابتن. مباريات صعبة الفترة اللي جاية، وزي ما قالوا كباتننا الكبار مواجهات كلها صعبة، انت بتلعب في بطولتين مختلفتين، عايز الدوري ترجعه تاني للجزيرة المكان الطبيعي، في نفس الوقت عايز تكمل في بطولة افريقيا، موقف صعب. ولكن زي ما قالوا كباتننا عندنا ثقة كبيرة جدا 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 في الجهاز الفني وفي لاعبتنا اللي ياما فرحونا واللي ياما عدوا من مواقف اصعب من دي. نروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظرونا. مرحبا بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، كلامك حتى في الفاصل ان انت خلاص تنسى ماتش النهارده وتحضر للاهم، الاهم بالنسبه لك في الفتره دي عكس ما قال الكابتن اسامه، الاهم بالنسبه لك. لا مش عكس، انا مع اسامه ومع بلال ومعانا كلنا. لا انت ستيب باي ستيب. لا ثانيه واحده حضرتك. لا كلامك عكس صراحه. حضرتك لما اخلص كلامك عكس اسامه. اتفضل. يوم الثلاث اللي جاي ده ان شاء الله عايز افرق 5 بونت عشان نبقى فاهمين الدنيا. اهم حاجه انا بركز في البطوله في ايدي انا، المجهول بتاع اللي انتوا اتكلمتوا فيه هتخلص وماتش وتسافروا وده، انتوا عارفين الاجواء وعارفين الدنيا في جنوب افريقيا وفرقه جنوب افريقيا شكلها ايه، كل الناس فاهمه اللي احنا بنقوله كله، انما بنحفز ان احنا لازم نكسبهم هناك. لازم اديهم الموتيف ده ان هم هيكسبوا، لازم اقول لهم ان انتوا في الجول اللي جبتوه الاخراني ده لو عملتوه مرتين ثلاثه في جنوب افريقيا هتكسبوا. انا اقدر ادي روشته، بس انا حاله الكونديشن بتاع الفرقه بتاعتي بقفش فيها في ماتش مقاولين عرب. 5 بونت ايمن يعني انسى اللي ورايا وعندي ماتشين لسه بقفش فيها، دي هنشيلها من المظبطه مش مشكله يعني. في ياما اتقال في جمله ثانيه ياما جنبي اتقال بمسك فيها الفراغ غليت يعني. بمسك فيها، خدت بالك؟ الدنيا كلها فاهمه انا قصدي ايه. المكسب اللي جاي ده حتى هيخليك معنوي وانت رايح تلعب قدام جنوب افريقيا. ويننج فيلينج، ويننج راجل كسبان وايه متربي على عرش بفرق سكور وفرق ابناط وفرق كل حاجه، دي لوحدها 30-40% في مباراه جنوب افريقيا. ومش عايزين نرهب الحكايه ان احنا جنوب افريقيا هتعمل، جنوب افريقيا من الجمال بتاع فرق جنوب افريقيا انها بتلعب. ايوه بتلعب كوره، خدوا بالكم يعني احنا كلكم شايفين. أيوة. ان الفرقه دي بتلعب كوره، الفرقه دي يا اسامه انت اكتر. أيوة. واحد بتقول ايه؟ عندهم اخطاء فظيعه في ورا مزبوط. بيحضروا من ورا كتير قوي. علاء قال لك لازم اضغط بقى، وبلال قال لك طب اضغط. أيوة. بقى اضم خطوطي، فهمتني؟ بس انا اللي بقصده من غير ان احنا كل واحد بيقول لا انا لازم ده لا انا قصدي في اللي جاي. انا النهارده بكره مفيش لعيب يتمرن، خلاص ده يتهوى كله. اللي ما لعبوش اهلا بيكم، هم بيتمرنوا، انما كل ده اللي في ثلج واللي في وتاني يوم بنتكلم كده وصلانصيب مجري الدم في رجلينا، وتدخل بقى على المقاولين العرب بتركيز قوي جدا ببطوله اكنك بتبتدي ان النهارده النهائي. كل ماتش في الدوري لازم كده. بطوله الدوري مهمه جدا طبعا، اركز طبعاً. في ستيب باي ستيب. انا مش باخد باكج الاثنين. ما انا هاخد باكج، ما انا غصب عني الاهلي، وغصب عني لازم اكسب هنا وهنا وهنا، وغصب عني لازم اطلع الاول في المجموعه، وغصب عني اتعادلت هنا مع غصب عني اتعادلت هنا باخطاء بشكل ترتيب. لا هو خلي بالك، مش عايز اقول كده بشكل. لا. تمركز لاعبتك ماشي اللي انا مش عايزه يبقى هناك نفس الشكل. بس انت عندك هدف دلوقتي، الهدف الاهم انك تعدي الموقف الصعب اللي انت فيه وتدخل لدور الثمانيه، تتاهل لدور الثمانيه، تتاهل اول، تتاهل ثاني، ما احنا دخلنا ثاني ثلاث سنين ورا بعض باذن الله. المهم تتاهل باذن الله، الشواهد والفوارق وكانت تدخلك.
بس انا عايز اقول لك حاجه، انت تكسب يوم الثلاث ليه؟ انت هتروح ان شاء الله متعادل، ده هتفرق معاك معنويا، او اتغلبت نفسي. او كسبت، لا انت تروح وانت كسبان. ده اللي لازم اللعيبه تفكر فيه دلوقتي، ان ده الدافع الوحيد لصن داونز. حتى هيقول لك ده جايين كسبانين، ده فرقوا في الدوري كذا، دي الحاجات البسيطه اللي في الكوره اللي بتقول عليها نفسيه، اللي احنا محتاجينها. اللعيب نفسه نفسيا محتاج ده. كذا لعيب عندك في بعض اللعيبه، في بعض، بص لسه انت انا عارف انت بتفكر ازاي. كلنا لعيب كوره زي بعض، احنا كلنا لعيب كوره وفاهمين زي بعض. في بعض اللعيبه عندك محتاجه الملعب، اسمائهم كبيره ومحسوبين في الفرقه كبيره وعندهم امكانيات كبيره. كل اللي عايزينه ان يبقى هلا بصندوق بقندوسي، وهلا برأفت خليل، واهلا بالولاد الصغيرين اللي جم، عوده كوكا وعوده رأفت خليل ومحمد اشرف ورأفت خليل كويس، وعقبال الباقي كله اهلا بيكم. ادام انت ماشي بالشكل ده وبالسكواد ده وبتخلي كل الدنيا واقفه على رجليها، خلاص بقى هي السيستم. بس شوف انا النهارده كان ايه اللي لا اللي ضايقنا احنا وضايق الدنيا من الشكل، نظبطه بس صح مع مكسب صدقني يعني. بس هو الكابتن علاء اتكلم في نقطه مهمه جدا، انت يعني حضرتك اتكلمت في نقط كويسه قوي بالنسبه لبعض اللاعبين، وبعض اللاعبين كان لازم ياخدوا النهارده وقلنا ماشي صح. لكن انت مقبل على مهمه صعبه جدا 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 في بطوله افريقيا، واللي هو ماتش سان داونز. في بعض اللاعبين اللي لعبوا النهارده انت مش هتفكر فيهم، يعني دول كانوا لوقت معين زي ما قال الكابتن علاء النهارده، كان في توقيت مناسب يلعبوا فيه النهارده، لعبوا فيه النهارده خلاص. كل واحد ممكن وممكن حد منهم ياخد اجزاء في ماتش المقاولين، لكن مش هتفكر فيهم في ماتش سان داونز. كل واحد وكل حد بيتفرج على الاهلي او بيحب الاهلي او بينضم لمنظومه الاهلي او بيشتغل في الاهلي، كل واحد ليه وجهه نظر. كل واحد فينا ليه وجهه نظر كويس. المدير الفني مع التيم بتاعه حاطط خريطه وحاطط شكل ماشي لكل اللاعبين وكل الفتره اللي جايه، ناس صح، ودول ناس محترفين بالمقاييس، بالغذاء، بالدكاتره، بكله. دول بيحاولوا او بيادوا كل اللي عليهم في المتاح بالنسبه لهم. ما تجيش اصابه زي محمد شريف النهارده انت ما تعملش حسابها. محمد هاني وقع مني، ابتدينا نبص على الركبه، وملعب بصراحه زي ملعب لا ما يتلعبش عليه كل الماتشات دي، ده يضيع ركب ويضيع حاجات كده. ف الدنيا الحاجات بتبقى اللي هي بنقول ايه، البنيه التحتيه حتى في الكوره هنا عندنا بقت صعبه. مش ده احنا بعد ما كنا بنشتكي من برج العرب، بقيت بتمنى ان انا اروح لبرج العرب والعب كل ماتشاتي هناك، او في الاستاد تاني ارجع تاني. هو ده اللي بيدي حتى اريحيه لعيبتك، ان ازاي هم يسيطروا على الملعب، واللعيبه بتبقى عندها نفس تلعب كوره اكتر من انها تطفش كوره تعمل. الراجل عايز يرقص واحد مش عارف الكوره بتجري. بنتمنى فوز غالي يوم الثلاث يؤهلني باذن الله لنتيجه ايجابيه يوم السبت باذن الله. كابتن علاء، الكابتن شريف طبعا بيتكلم بالمنطق ان انت محتاج المكسب في كل مباراه، لكن يمكن الاختلاف اختلافي معاه ان في بعض اللعيبه انت ممكن تفكر فيها يوم الثلاث مع المقاولين. انا ما اختلفتش معاك على فكره، وده وضع طبيعي. انا ما اختلفتش، لا انا اللي مختلف معاك. انا ما قلتش على لعيبه معينه تلعب. لا انا ما اختلفتش معاك، او انت اختلفت معايا. انا ما قلتش مين يلعب ومين ما يلعبش. انتوا قلتوا على علي معلول ده يريح الماتش الجاي عشان فلان هو، لا بتاعتي ولا بتاعتك ولا بتاعتك. لا هو طبعا، لا لا وجهات نظر، وجهات نظر. هو ادرى بيه، هو ادرى بكل طبعًا الحكايه طبعًا. احنا ما صح. احنا بندي روشتات هنا بخبراتنا اللي احنا موجودين من الشكل اللي احنا بنشوفه، واحنا كنا لعيبه وياما اخفقنا وياما تعبنا وياما تعورنا فاحنا حاسين بالدنيا كلها، فبنتمنى ان الدنيا تعدي. بس هو المقصود يعني المقصود ان ممكن ماتش المقاولين تلعب بتشكيل غير التشكيل اللي هتلعب بيه خالص ماتش سان داونز. كل التشكيل خالص؟ لا مش كل التشكيل. طيب لا مش كل التشكيل، يعني ممكن تلاقي ثلاث اربع لعيبه مش متواجدين، بس هو بيفكر فيهم ماتش سان داونز. في ناس مش هتلعب. انا وجهه نظري طبيعي طبيعي. ايمن انت عندك في مباراه مهمه جدا، وفي جات في مباراه قبلها مضطر تلعب مولي. انت مضطر تلعبها عشان الجدول ومش هينفع تاكل، فهتلعبها. بس انت النادي الاهلي، فهتلعبها عشان مكسب. ملهاش حل. بمين
كمدير فني انت هتفكر في ايه؟ هتفكر في مكسب المقاولين كمكسب عايز تكسبها فعايز تلعب كل الناس الجاهزه اللي عندك، ولا هتفكر في الحاجه اللي بعد المقاولين الاهم؟ لا ما هو في الحاله دي ممكن اقول لك ما انا بشرح لك اهو، انا العب ماتش المقاولين واطلع بقلل الخسائر. طيب سامح، ما انا بقول لك اهو، هو اللي بيفكر كده. ما انا بقول لك في مباراه جت مع المقاولين، مباراه صعبه مش مباراه سهله، فانت كمدير فني احنا قلنا كل مباراه لوحدها على حدث، خلاص خلصت النهارده افريقيا فهتلعب دوري عام، وانت دايما بتلعب على البطوله زي ما كان كابتن شريف دلوقتي صح. فهل انت بتفكر في مباراه المقاولين ايه؟ عايز تلعبها بالناس الشبه اساسيين بتوعك، وبعدها عندك يوم السبت مباراه صعبه ومهمه، وتحت المهمه دي 50 خط مع صن داونز في سفريه طويله. هو ينفع؟ ايه؟ ينفع؟ ينفع ايه؟ تلعب بالمجموعه الاساسيه؟ انا اللي بقول هل انا بقول هل انت بتفكر كمدير فني تلعب المجموعه الاساسيه بتاعتك ماتش المقاولين؟ كويس؟ هي حسبه عايزه ذكاء، ليه؟ يقول لك ممكن اريح ناس كتير قوي، بس خد بالك كمان احنا ناسيين حاجه مهمه، انت عندك اصابات مؤثره. طبعا. فاهمني؟ فدي انت مش بايدك، فدي خليها بره الحسبه. بره الحسبه خالص. فانت بتفكر في ايه؟ هل العب اعمل تشكيل فيه ناس يعني خط كده لازم ما استغناش عنه عشان الفرق ما تبقاش كلها مش حتى مش متعودين على بعض؟ كويس؟ وابدا العب. ما هو ده هياثر برضه عليك. ما انا لسه بقول لك اهو، استنى بس، ما هي الحسبه كده، المدير الفني هيحسبها كده. فانت بتدور على ايه؟ طب ما انا ممكن اعمل بكده، العب مثلا اشك ناس ولاد صغيرين هيجروا ويعملوا كل حاجه مع بعض، الناس اللي هي موجوده على طول في الملعب، بس انت بتلعب فريق كبير، فريق محترم، فريق السنه دي مختلف تماما، وبلاقي لها نقطه حلوه قوي، موفق. موفق دي في كلمه في كره القدم مقلقه. فانت تقول لا قدر الله حصل، لا قدر مش هيحصل ان شاء الله، خسرت المقاولين، لا قدر الله حصل، انت هتتاثر نفسيا طبعا. طب ما دي طبعا. هي دي الحسبه اللي انا بتكلم عليها دي. لا ما انا بقول حسبه كده المدير الفني بيفكر فيها، هي مش سهله. ايوه، ما هي حلها ايه؟ وانا هقول لك اهو، يعني عارف لو انا كنت هلاعب فريق المقاولين كنت ممكن اتكلم، فريق مش في المتناول، فريق المقاولين مش متناول. حلها هو عند المدير الفني نفسه، ان هو يلعب بالتشكيل المناسب ليه هو في المباراه نفسها، والمناسب ليه في صن داونز، اللي هو ممكن يستغنى عن بعض الناس المهمين في الفريق، لكن مش هيعملوا الهزه الكبيره. يعني عندك في نص الملعب مثلا عندك ارتياحيه، مفيش مشكله فيها. ماشي. يعني عندك مروان وديانج وحمدي فتحي. ماشي. في ثلاثه كويس؟ مفيش اي مشكله فيهم، ممكن تلعب اثنين، وممكن حتى عايز تريح واحد، عندك ثلاثه. دايما عندك المشكله عند علي معلول. انا ما رايح علي معلول ما العبش. كويس؟ ولو النهارده انت يعني ما اعرفش بقى انت فكرت فيها ازاي، ما غيرتش علي معلول بدري. انا كان رايي النهارده علي معلول كان خد شوت وريح النهارده. طب هو فكر ان هو يكمل لحد الاخر، ممكن يكون زي ما قالوا الكباتن ان هو هيريحوا ماتش المقاولين؟ ما اعتقدش. اه لو بفكر يا ايمن في علي معلول النهارده، انا هلاعب علي معلول شوت مش محتاجه، ادي 45 دقيقه خلاص. شكرا يا علي، كويس قوي كده، ممكن اخليه معايا في ماتش، خصوصا نتيجه الماتش تخدمه. تماما. كويس. ممكن لو انا بفكر بقى في ماتش صن داونز قبل المقاولين، اخليه معايا في ماتش، اخليه معايا في ماتش المقاولين، ما ابداش بيه. بديل. خلي مثلا ابدا محمد اشرف، ولد صغير وكده. ما هو عمل كده الماتش اللي فات يا كابتن. ما انا بقول لك انت فاهمني؟ لو بفكر كده انا ورجع لاعب علي معلول تاني شوط. ماشي. ماشي، لكن مش هو كابتن. انا اقصد كده، انا قصدي بقى عشان كده يا شيخ، لو بفكر في علي معلول كده انا كنت عملت كده النهارده. وده ما اعرفش انا وجهه نظري دي اصح حاجه. لكن انا ما ينفعش النهارده العب علي معلول الماتش كله واروح شايله ماتش المقاولين. ماتش المقاولين برضه صعب وغير صعب. انت محتاج، بص يا ايمن، تدي له 45 دقيقه الاولانيه. ما هو ده اللي بتكلم فيه. او مش لازم 45 دقيقه الاولانيه، خد خليه معاك، وخد دفعه المباراه 45 دقيقه ثلاثه مع كميه الجري مع المقاولين وتركيزه كده، خليه معاك على الدك. الامور الحمد لله مشيت وكسبت، خلي علي معلول معاك لاخر ثانيه، عديت بمباراه يبقى انت تمام، استفدت من علي واستفدت انك كسبت ثلاث نقاط ومسافر صن داونز من غير هزيمه. بص لا 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 بص لا لحظه، ما انا عايز اقول لك برضه حته في النقطه دي. هو كل تفكيرك الفتره اللي جايه المفروض على ماتش المقاولين الوقت بعد ماتش النهارده؟ كويس قوي. حسب نتيجه ماتش المقاولين يعني، هل مثلا، مش عايز اتكلم على مستر كولا، لو مدير فني غير مستر كولا كويس بيفكر بالاسلوب ده وان هو هيريح لعيبه معينه عشان ماتش صن داونز كويس عشان الكلام اللي قاله كابتن اسامه ان لسه بدري، في فرق كبير بين النادي الاهلي والمنافسين بعد الماتشات المتاجله بتاعتك، ممكن يكون عنده الاريحيه شويه، حتى لو
ماتش المقاولين انتهى تعادل او تعادل يعني مش وحش اه بس هو خسران ايمن بس هو خلي بالك انا مش معنى ان انا بقول كده ان انا بقول مش اهميه ماتش المقاولين لا طبعا انا عارف ماتش مهم جدا طبعًا. ولازم نكسبه بقول لك يا ايمن ونفسيا زي ما علاء قال خلينا نتفق ان ده لازم نكسبه ولكن ولكن انا بتكلم مش في تغيير بمعنى تغيير 7 8 لا انا ممكن اغير زي ما علاء قال ثلاث لعيبه اربع لعيبه وعندك يا اسامه الامكانيه على فكره وبعدين يا اسامه مش بقول لك تغير انت بتلعب هو انت تغير مين مكان مين انت كنت هتكلم في موضوع لو النتيجه كويس بقول لك يا ايمن الضغط اللي حصل عليك النهارده من قبل مباراه القطن الكاميروني ما بين صحافه ما بين جماهير ايه ممكن تقول لي ايه ان انت بقالك ماتشين بتتعادل طبعا صن داونز والداخليه الداخليه فانت داخل في مرحله دخلت في مرحله شك بسيطه ضايقتك النادي الاهلي تعادلين ورا بعض دي حاجه مش كويسه طبعا بدات الناس اللي بتحب تتكلم طبعا بدات الناس اللي الكارهين يخبطوا ده فريق بيتعادل ده امتى هيكسب فانت موضوع الشك ده كان عامل عليك عيب النهارده مباراه النهارده لكن انت مباراه النهارده الحمد لله ان هي فريق في المتناول فكسبت فانت مش عايز ترجع لمرحله الشك تاني تعادل او حاجه تانيه تحصل لان انت الفرقه الكبيره بتيجي تحسب الحسبه ما بتحسبهاش كده انا هو مش همشي على سطر وسطر لا لا الموضوع مختلف تماما انا فريق كبير عشان انا عندي هدف واحد بس ان انا بكسب انا فريق كبير عشان عندي في الفرقه بتاعتي 25 30 لعيب كلهم كويسين يوم ما اجي اجتاح واحد في الوقت ده هلاقيه. يعني كابتن شريف بيتكلم على الفتره القصيره، نفس الكلام عند اسامه، بلال بيتكلم، طب ما نيجي نتكلم في نقطه ثانيه، وانت مين اللي عندك في الفريق بتاعك؟ لعيبه كلها يا اما كلها لعيبه كلها دوليه، لعيبه كلها ما شاء الله بتلعب كلهم نجوم، اي واحد فيهم لو راح اي فرقه بقى نجم الفرقه، فانت ما عندكش مشكله التغيير، لكن هو الذكاء هتغير ازاي؟ او هتتعامل مع التغيير ازاي؟ انا رايي ان هو الناس المهمه عنده قوي المؤثرين ما يريحوش معنى الراحه يقعدوا معاه في ماتش المقاولين يقعدوا ما يبداوش يقعدوا معاه في ماتش المقاولين او راحهم لو احتاجهم هيلعبوا لان مهما يحتاجوا ايه 45 دقيقه مش هتاثر عليه في حاجه لا اتفضل احنا ما عندناش غير مع شادي حسين غير الاربعه اللي قدامين دول مع قفشه فحكايه الاراحه وحكايه مين الاربعه قدامين قصده على طاهر وكندوسي وبرشتي ومحمد شريف وشادي الباقي كله متعور ما انت عندك رأفت خليل ده مكسب النهارده هتبتدي بيه ممكن يدفع بيه الماتش ده ليه ما يدفعش بيه؟ حسب بقى ترجع له زي ما انا بقول لك بس انت عنده 20 سنه مش صغير يعني بس هو رأفت خليل ده هو الحكايه اللي هتغير لي مش هتغير انا بتكلم الشكل الهجومي عندي هم دول اللي هلعب بيهم هناك في صن داونز وهم دول المتاحين ليا في المقاولين طب وايه اللي فيها؟ هو القندوس ده القندوس ده لعب قد ايه؟ انتوا بتتكلموا على ان انا هريح حد، انت عندك فعلا احنا بالنادي في مكسب في علي معلول انه يريح في البديل رأفت خليل ده بيلعب باك ليفت اصلا عشان تبقوا عارفين يعني بس انت عندك باك ليفت اوريدي بقول لك ده كمان رأفت بيلعب اصلا انا بتكلمش على انا بتكلمش على انا عايز اقول لك على حاجه مش قصدي يعني احنا المتاح لينا حتى علاء في التدوير تلعب بيه مش كتير يعني ليه وانت من الاربعه اللي قدام دول مين فيهم مجهد قوي؟ كندوش اللي لسه لعب اول ماتش النهارده كامل يا عم انا ما قلتلكش انا ما قلتلكش اربعه دول انا ما قلتلكش انا بقول لك دول اللي هيلعبوا هنا وهيلعبوا هنا هيلعبوا ايه اللي فيها يعني ما عندناش تغيير ما عندناش تغيير جامد في الفرقه يعني الخمسه ولا ما انا قلت في اصابات الخمسه ولا الاربعه اللي هم بيلعبوا في خط الهجوم دول ما فيهوش مشكله فيهم خالص على فكره لان انت لو عايز حتى طاهر بدا النهارده ما كملش الماتش لو عايز ممكن تبدا بطاهر ممكن رافض خليل موجود معاك عندك كندوس لسه اول مره يبدا مباراه النهارده ممكن محمد شريف مع عندك ممكن رايح ديانج وابتدي ب عندك الاختيارات كتير بس انت في ناس اوراق رابحه عندك مؤثره صح خليها معاك ما تخسرهاش في الاول حافظ عليها حافظ عليها أي. الامور مشيت وده اللي انا بتوقعه واتمنى انك انت بتلعب نجم مكان نجم يعني انا عايز اقول لك حاجه انت أسوأ الفروض لو عندك كارثه انا ممكن العب رامي ربيعه في نص الملعب يعني رامي ده وجوده بره بيحل لك ثلاث مشاكل يعني اسامه النهارده قال لك لو لعبته باك رايت هيلعب ينزل نص الملعب مكانه الاساسي بيلعب مساك فهو ده اللعيب اللي انت محتاجه بره بيعمل لك ثلاث اماكن فما فيش مشكله لكن هو الذكاء كابتن شريف كيفيه البدايه وكيفيه التدوير مع اللعيبه ومين معايا يبقى بره هو ده انا بلعب المقاولين بس اتحداك ان كولر دماغه هناك في صن داونز بيفكر هيبدا ازاي ومين وقلقان على الناس المؤثره على فكره صح. اي مدير فني في العالم كله بيعمل كده
بتبقى عنده مباراه مصيريه وفي حاجه جات له في النص كده، هو مش عايز يخسر الاثنين ان هو فريق كبير، فبيبدا يوازن نفسه. لو احتجته والله معاك كابتن شريف بره ورقه رابحه ويفرق معايا، لو احتجته هيلعب، مهما يلعب يلعب 45 دقيقه مش مؤثره، ما احتجتش يبقى هو كان موجود معايا والحمد لله، اللي لعب مكانه كان كويس وكمل وخد فرصه حلوه. هو ده المفهوم، الفكر ده، الفكر اللي هو يدور حواليه الكولر، وما فيش فيه مشكله، لان انت لو قلت اي اسم كلنا كده بنتكلم عليهم هتقول ايه؟ قول اي اسم كده فرقه النادي الاهلي موجود عادي، هيلعب في اي فرقه بس هو موجود في النادي الاهلي، لو خرج من النادي الاهلي هيروح في اي فرقه واساسي. بس فهي دي هي دي المشكله، بس هو الذكاء ازاي تتعامل معاه مش اكتر من كده. طيب تعالوا نروح نشوف مستر كولر قال ايه بعد المباراه في المؤتمر الصحفي ونرجع لحضراتكم مره اخرى. Ja, ich glaube, wir haben das Spiel von Anfang an bestimmt. Wir waren sehr konzentriert und konnten zum Glück am Anfang gleich Tore schießen. So konnten wir das Spiel noch mehr bestimmen und dementsprechend ist das hochverdient. احنا كنا مركزين من اول دقيقه في المباراه، حكمنا فيها من اول ما احنا داخلين الماتش مركزين ومتحكمين في الماتش. الجون اللي جبناه في اول دقيقتين ساعدنا، او في اول مباراه ساعدنا ان احنا نتحكم في الماتش اكتر، احنا متحكمين في الماتش تماما من اوله لاخره، واعتقد ان احنا استحقينا الفوز النهارده. بنبارك لمستر كولر الفوز الاول بعد اداء جيد جدا رغم الظروف الصعبه. بنسال مستر كولر، هل شايف ان الاهلي بيواجه ظروف معاكسه مع كثره الاصابات ودوره الاياب في الجوله الثانيه هتلعب مباراتين بره مصر، فهل الظروف دي معاها الاهلي هيكون مرشح للتاهل او للمنافسه على اللقب السنه دي؟ mit den Verletzungen etc., dann kann Ahli die beiden also qualifizieren und seinen Weg weitermachen. Ja, ob wir uns qualifizieren werden, das wissen wir noch nicht. Ja? Aber wir werden diese Herausforderungen annehmen. Wir haben ein großes Kader und ja, wir hoffen natürlich, dass vielleicht der eine oder andere noch zurückkommen kann. Aber die jetzt auch heute gespielt haben, die gehören ja auch dazu. Ja? Und die haben auch eine gute Leistung gezeigt und wir wissen, dass es natürlich schwierig wird, aber wir werden alles versuchen, um das zu erreichen, dass wir eine Runde weiterkommen. احنا طبعا مش عارفين مين هيتأهل لسه، لكن احنا قابلين التحدي ومستعدين ان احنا نحارب لغايه اخر دقيقه على حلمنا وان احنا نكمل. في صعوبات، لكن احنا عندنا مجموعه كبيره من اللعيبه، عندنا قائمه كبيره من اللعيبه كلها قادره على اللعب في اسم النادي الاهلي. احنا شفنا النهارده ناس كتير متغيره، ورغم كده قدرنا ان احنا اللعيبه اللي لعبت النهارده بينت قدرات كويسه جدا واظهروا اداء كويس. فبالتالي في صعوبات، بنتمنى طبعا اللعيبه المصابين يرجعوا، ده بيقوينا، لكن احنا قابلين التحدي وان شاء الله هنحاول نعمل كل اللي في وسعنا ان احنا رغم كل الصعوبات دي ان احنا نكمل في البطوله ان شاء الله. طه عبد الله. طبعا فوز مهم جدا النهارده، كنت محتاج اعرف الى اي مدى الفوز النهارده في مباراه القطن هيشكل فارق بالنسبه للاهلي في موقفه في المجموعه حاليا. Ja, das wissen wir jetzt nicht, aber was er richtig gesagt hat, es war natürlich extrem wichtig, das Spiel zu gewinnen, um auch an die zwei, die vor uns sind, näher heranzukommen. Und wir spielen noch gegen sie, beide auch. Und das werden harte Spiele, aber wir wollen alles dafür tun, damit wir natürlich in die nächste Runde aufsteigen. بالتاكيد كان فوز مهم جدا ان هو ناخد 3 نقط، ان احنا نقرب من المنافسين الاثنين اللي معانا على تذكرتين التاهل في المجموعه. عندنا ماتشين كمان معاهم، هيبقوا ماتشين صعبين جدا، كل شيء لسه مفتوح، كل شيء متاح، واحنا هنحارب قدر الامكان ان احنا ان شاء الله نتاهل باذن الله.
احمد علي رئيس قسم الرياضه بموقع الميدان. ابارك طبعا وهنك الكوتش على الفوز النهارده وتحقيق ثلاث نقاط غاليه في الطريق في مشوار الاهلي في دوري ابطال افريقيا. السؤال يتعلق ب ان شفنا ان سافيو قام يسخن وبعد كده الكوتش رجعه، كنا متوقعين ان سافيو ينزل مكان محمد طاهر، لكن اللي حصل ان الكوتش غير مكان معلول وهو اللي لعب جناح، فكان كنت عايز اعرف ايه اسباب عدم نزول سافيو مكان طاهر. اشكرك Bruno hat ja eine Verletzung gehabt und hat eigentlich erst zweimal so ein bisschen mittrainiert, oder erst einmal eigentlich richtig. Und von daher war uns natürlich klar, ich wollte offensiven Spieler mitnehmen, weil wir wussten nicht, wie das Spiel sich entwickelt. Und wenn wir am Schluss noch vielleicht für 10 Minuten einen Stürmer gebraucht hätten, hätte ich Bruno da natürlich reingeschmissen. Aber er ist noch nicht vorbereitet für ein ganzes Spiel. Da braucht er noch mehr Zeit. Das war mehr eigentlich so aus der Not heraus, haben wir ihn mitgenommen. Und darum habe ich dann anders entschieden, weil das für seine Gesundheit besser ist. هو برونو كان بقاله فترة كبيرة مصاب، ما اتمرنش معانا غير تمرينتين أو بالأحرى تمرينة واحدة كاملة، ده قليل جدا. لكن احنا لما واحنا بجهز لقائمة المباراة كنت محتاج ناس تكون أكتر بتلعب في الجزء الأمامي، فقلت إن أنا أخده معايا أكمل بيه القائمة مع النقص اللي عندنا، إن أنا لو احتجت أو اتزنقنا والماتش مشي بطريقة مش زي ما احنا عايزين ان احنا ان هو يلعب 10 دقائق ربع ساعه بالكتير، لان هو طبعا ما يقدرش حاليا يلعب 90 دقيقه بعد الغياب الطويل اللي هو عمله وما اتمرنش تمرين كافي. في الاخر قررت ان هو مع سير المباراه ما كانش في داعي ان انا اخاطر بيه، خصوصا ان هو ما اتمرنش خالص، وقررت ان انا ابقى في مصلحه اللاعب ومصلحه صحته او ان انا احمي اللاعب في الفتره دي لغايه لما يبقى جاهز بدنيا ان شاء الله. كوتش، you won this match 3-0. Are you satisfied with the 3-0 win, or do you want more, i.e. perfection in the passing, for example? There were some stray passes. Is that something you want to perfect in the next matches? محتاجين السؤال بخصوص ان النهارده انتوا كسبتوا 3-0، هل انت راضي عن النتيجه؟ هل كنت محتاج اكتر من كده، وخصوصا ان كان في فرص كان ممكن يبقى في امكانيه لزياده النتيجه، وهل هتتدارك ده في الماتشات اللي جايه؟ You mean the Champions League games? Especially, ja, also es ist natürlich unser Ziel, so zu spielen. Es ist nicht immer möglich, weil eben Plätze nicht immer so hervorragend sind. Aber das ist unser Ziel oder unser Spiel, so zu spielen und versuchen da so schnell wie möglich nach vorne zu kommen. Die كرة بتاعتنا احنا دايما عايزين نلعب لقدام، عايزين نخلق فرص، لكن للاسف الملاعب اللي بنلعب عليها مش دايما بتساعدنا ان احنا نلعب الكوره اللي انا عايز العبها، لكن بنحاول قدر الامكان مع الملاعب دي وجوده الملاعب دي ان انا اعمل احسن ما عندنا، بس دي الكوره بتاعتنا ان احنا نلعب لقدام دايما. طيب سمعنا مستر كولر رضا طبعا عن النتيجه، من ضمن الكلام اللي قاله حققنا فوز مهم كابتن اسامه على القطن، واستحق يعني الفوز مستحق، وسنقاتل من اجل التاهل. من ضمن كلامه برضو الهدف المبكر ساعد في التحكم بمجريات اللقاء من البدايه. لا نعلم من سيتاهل، لكن هنحارب زي ما قال على حلمنا ورغبتنا في التاهل، واللاعبون كانوا على قدر المسؤوليه برغم الغيابات المؤثره. صحفي كلمه على برونو سافيو، هو كلم على برونو سافيو وقال ان برونو سافيو كان مصاب فتره طويله عائد من الاصابه، وكان عندي التفكير ان انا اديله اخر ربع ساعه، ولكن خفت عليه لانه لسه راجع من الاصابه وما دخلش معانا غير يوم او يومين. يعني الخوف اكتر انه ما اداش برونو سافيو اخر ربع ساعه. قال في انسجام تام بين كافه اللاعبين، وهناك حاله من التركيز من اجل تقديم اداء مميز خلال الفتره القادمه وان احنا نعدي الصعوبات اللي موجوده. لما اتكلم الصحفي ابي يقول له انت راضي عن النتيجه، لان في بعض الفرق ممكن تزود معاها النتيجه، واضح ان مستر كوير راضيه طبعا عن النتيجه وعن الاداء، لانك في بعض المباريات لما بتاخد النتيجه يعني ده بالنسبه لك بيبقى شيء كافي، يعني بغض النظر كمان عن
اذا كان الاداء في حاله عاليه او الاداء متوسط او الاداء منخفض، بس انت كسبان 3-0 حققت المطلوب، فوز مهم، اتحطيت كنت في موقف صعب وعايز تعديه مرحله مرحله، فواضح ان هو راضي عن النتيجه وراضي عن الاداء. هو واضح حتى هو في وشه بيضحك في المؤتمر مبريد. في ماتشات تانية منهم الماتش الاخير واضح الـ يعني وشه كان متضايق جدا، كان متضايق جدا، غير النهارده بيضحك ومبسوط. طبيعه الحال يا ايمن، اي مدير فني بيكسب هيبقى مبسوط وراضي، حتى زي ما انت بتقول لو مش رضا 100% بس طلع من مش عايز اقول نفع، لان الاهلي ما دخلش نفع مظلم ولا حاجه، النادي الاهلي لسه هو اول الدوري والنادي الاهلي فرصته كبيره في التاهل بطوله افريقيا، واخد في الثلاث سنين اللي فاتوا مرتين بطوله افريقيا، ولكن انا بتكلم عليه هو شخصيا ضحكه دوت ان هو مبسوط بانه طلع من المزنق اللي كان فيه او الموقف الصعب، الموقف الصعب تعادلين ورا بعض من سان داونز والداخليه والهزيمه من الهلال، فكان عليه شويه ضغوط والفرقه، فهو اتكلم في نقط كتيره يمكن احنا وضحناها كلنا هنا، منها مثلا احنا نجيب جون بدري. ايوه، وكلنا قلنا الكلام ده انه بيسهل لك الامور، هو قال كده ان الجون البدري سهل الامور. موضوع النتيجه هي 3-0 ما فيش شك، 3-0 في كره القدم هي هيفي سكور. طبعا ده جول شريف يا كابتن، جون رائع اولا من علي معلول لطاهر، طاهر عدى بشكل كويس بس طاهر عمل حلو عمل فيها شغل حلو وبص طاهر عمل فيها شغل كويس قوي وباصص لشريف و تعامل معاه شريف كويس قوي قوي سانده وحط وش رجله فيها، ودي من الحاجات اللي شريف مميز فيها اللي هي اللطشه دي، بس هو لما بيبقى عنده ثقه في نفسه بتمشي، لكن لما بيبقى مهزوز ساعات الكور دي يعني بتبقى بتضيع او كده. فانا اتمنى ان شريف ان شاء الله كان نفسي ما يطلعش ويكمل، لكن ظروف الاصابه شريف يمكن بيبقى عليه ضغوط شويه، الناس بتلومه في اوقات كتير، لكن ما ننساش ان شريف من سنه وشويه كان هداف الدوري ب 22 هدف. شريف الفتره اللي فاتت جاب جونين حلوين قوي في ماتش الزمالك وهدف بعديها، بس يمكن بيشارك ويقعد ويشارك ويقعد. خلي الصوره لكن دي الجون ده حلو قوي بالظبط، كلها اللعب. انا قلت لك من الاول احلى ما في المباراه الثلاث اهداف جم بشكل حلو قوي، ملعوبين يعني، وشريف اتعامل معاه كويس جدا في ظل الزياده العدديه. يعني بص مثلا فرد القطن الكاميرا ده خلي بالك، هو انت لو احنا صوره متحركه ويعني فيديو مش صوره يعني، لو فيديو هو عمل حاجه كمان كويسه، هو راح وسقط لورا صح، يعني هو راح طاهر شافه، طاهر لمع هو راح ورجع خطوه لورا فطاهر شافه. الثلاثه دول بقى وسام الخضر راحوا ما رجعوش. ايوه مظبوط والله بتكلم بجد، بتتكلم صح فعلا، هم راحوا معاه بس ما خدوش الخطوه. ايوه صح، يعني الكوره عندهم تروح بس ترجع بعدها بشويه صح. فهو رجع كويس وسندها حلو واللطشه حلو بالشمال، لان هو رجله الشمال لما بتلبس من احنا ساعات حتى بنلوم عليه ان في حاجات يعملها باليمين، بس هو عنده الشمال لما بتلبس بتروح بشكل حلو، زي جون الزمالك لما خدها لطشه واحده برضو علي معلول لعباله. فهو اللعيب وبالذات المهاجم، وانت وكلكم كنتوا هدافين، وبالذات انا بتكلم على كمهاجمين، يعني المهاجم بيبقى مبسوط لما بيجي وشريف جناح ومهاجم، بس انا اقصد راس حربه راس جناح أكثر. عارف نيته بس انا في حته تانية طيب. لكن انا اقصد ان المهاجم مهما يلعب المهاجم مهما بيلعب كويس وما بيجيبش جون بيبقى متضايق طبعا، يعني والناس بتبقى مستنيه منه اهداف، يعني مهما هتعمل صح الناس بتثني على ادائك لو انت بتادي كويس وما بتجيبش جوان، ولكن في النهايه الاهداف هي اللي بتخلي بص هو بص راح بص ورجع. ايوه بالظبط، يعني هي بس طبعا هنا عشان بقول الصوره واقفه غير لما تكون هي الصوره اللي بعدها الاهم، في خطوه ثانيه. ايوه بالظبط، هي الصوره الاهم اللي بعدها في لو خطوه خدها ايوه مظبوط، وطاهر وسام الخطوه الثانيه. ايوه بالظبط، وطاهر لمح كويس قوي فلعبها. هو على فكره واضح ان اللعبه دي بتتعمل كتير. أيوة، حتى حسين الشحات كمان بيعملها من الناحيه الثانيه لما بيكون بيلعب زي كابتن علامه بيقول اهو بص هم راحوا
ومستنوا شويه خلاص اتثبتوا. هو الحلاوه بتاع الشريف ان هو سند بكده وشويه بالظبط. ما خدتش وقت كبير. لا 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 ده ثواني. ما خلي بالك كتير احنا بنقول ايه الاستلام اقل من ثانية. احنا ساعات كتير بنقولها او مش ساعات كتير هو ده حقيقة. لما تكون لعبة بتاخد لمستين الاستلام في اللمسة الاولى مزبوط. بيفرق معاك كتير قوي. فهو لما سند باليمين عليت يدوب نص متر على الارض لطشها على طول فما خدتش منه وقت. فهي جون حلو. وزي ما قلت لك المهاجم مهما بيلعب كويس الناس مستنيه منه جوان. لو ما جابش جون هو نفسه بيهتز شويه. فشريف عايز تدعيم دايما وعايز كلام معاه وعايز حتى الجمهور يشجعه. ما هو صح. انت لازم نفتكر له برضو انه زي ما بيضيع في من سنه مثلا حسام. كان هداف الدوري و22 ماتش الزمالك جايب جونين ومنهم جون الثاني اللي الجونين حلوين بس الجون الثاني عالمي وفي ماتشات كتيره افريقيه فعايز دعم دايما يعني. يعني كلام الراجل كان منطقي في معظم الكلام اللي قاله وواضح زي ما قلت لك هو مبسوط وراضي يعني. و و و واكيد هو عنده سيناريو في دماغه ازاي هيطلع بالماتشين لاننا كلنا متفقين الاهلي عايز ياخد الدوري وعايز يعدي الكبوه بتاعت سان داونز بالذات لانها ممكن يا تروح يا ما تروح يعني يا توصل يا ما توصلش. ممكن الماتش ده يكون فارق يعني. صحيح هيبقى ليك امل لو سان داونز راح كسب الهلال في السودان بس مش هتبقى في ايدك بقى. مش هتبقى في ايدك. فعشان كده انا قلت مش ان ماتش المقاولين مش مهم. ماتش المقاولين مهم جدا ولكن الاهم في المرحله دي ماتش سان داونز. فازاي بقى هي التوازن اللي كلنا بنتكلم فيه. معادله صعبه. ازاي هو بقى يوازن انه يطلع بماتش المقاولين وفي نفس الوقت بعض اللاعبين اللي لعبوا النهارده 90 دقيقه وعندهم ماتش ثلاث وعندهم ماتش سبت بسفر هيبقى والله انا واحد من الناس كنت اتمنى يعني. تاجيل ماتش المقاولين. طبعا كان نفسنا يتاجل ولكن مين ما كانش يتمنى طبعا. طبعا هيفرق كتير. يعني عائق كبير في النص. لانك انت غصب عنك مش هيقدر يقعد ال 11 طبعا. يعني هيلعب مجموعه منهم. الا هيحصل عدم انسجام. وحصلت قبل كده لما كانت النسبه بتزيد. لكن اكيد اكيد انا متاكد في مجموعه من اللي لعبوا النهارده مش هيبتدوا على الاقل زي ما على الاقل هيبقوا معاه على الدكه على اساس انه يطور بيهم. ممكن واحد كسبنا فمش محتاجه خلاص فما فيش داعي انه ينزل يعني. هيبقى هو بقى اللي هيوازنها هو ادرى مع الجهاز الفني مين اللي يلعب من بيلعب. كابتن بلال في ايجابيات غير النتيجه كويس بس خليني اكلمك على مردود بعض اللاعبين اللي احنا كنا متوقعين ان هم يظهروا بصوره افضل من كده. وانا عندي احساس ان في بعض اللعيبه في الملعب من غير اسماء فاقده الثقه شويه هربانه منها الثقه شويه. بص يا كابتن يعني انت كلامك مظبوط 100%. في لعيبه في النادي الاهلي يعني مش فاقده الثقه بس للاسف لسه عندها مشكله اللعب تحت الضغوط. تحت الضغط الجماهيري، ضغط المباريات، ضغط البطولات نفسها وقيمه البطولات. فدي مشكله برضو بالنسبه لك. يعني انت بتلعب في النادي الاهلي النهارده. النادي الاهلي هو دائما وابدا بيلعب تحت الضغوط. النادي الاهلي دائما وابدا بيلعب مباريات فاصله وحاسمه. النادي الاهلي دائما بيلعب على هدف والهدف هو البطوله، ما عندوش اهداف تانية. يعني احنا ما عندناش فكره ايه هنلعب من ضمن الاربعه الكبار، لا انت بتلعب على بطوله. فكل مباراه بالنسبه لك هي مباراه كاس بطوله. كل ماتش بالنسبه لك هو بطوله حقيقيه. فعلا كل ماتش بتلعبه ده ماتش كاس بالنسبه لك. فالنهارده اللعيبه اللي جايه من بره او اللي انت تعاقدت معاها، عشان كده احنا دايما بنقول يا جماعه مش كل لعيب بره، مش كل لعيب بتجيبه لازم يبقى لعيب كويس، مش بالضروره على فكره. يعني دي يعني ومش عيب منك عشان برضو ايه الناس ما تفتكرش ان انت عشان انت جبته وطلع وحش وبعيب منك انت ك لا كنادي اهلي. معلش اشرح لنا. يعني مش انا النهارده مثلا شفت لعيب كويس تمام فاشتريته كويس ممكن ما تاقلمش معايا. عدم التاقلم دي ده وارد. يعني ده مش ذنب يعني مش ذنب النادي انه اشترى اللعيب يعني. فاهم قصدي؟ لكن وعلى فكره وبتحصل مع لعيبه كبار جدا في كل العالم مش بس هنا في مصر. هازارد مع ريال مدريد ودي ماريا مع مانشستر يونايتد لعيبه كتيره جدا. وهنري لما راح ايطاليا
ما كانش ما عملش اي حاجه خالص، فلما راح انجلترا مزبوط. اشتغل بشكل لعيبه كتيره جدا. خد بالك يا كابتن، انت مش بالضروره عشان انت دفعت في لعيب فده معناه ان انت دفعت في لعيب وحش. ده ممكن يكون اللعيب خلاص مش قادر يتاقلم معاك، الظروف بتاعه البلد، الاتموسفير، الجو، طريقه اللعب، الضغوطات، الماتشات. نقف هنا بس، خليني اكلمك على نقطه. يمكن امبارح في المؤتمر الصحفي بتاع المباراه قبل المباراه مستر كولر قال لك ايه، ان في بعض اللاعبين محتاجين وقت زياده شويه للتعبير عن انفسهم. بس هل انت عندك الوقت؟ هل عندك الاريحيه؟ انا كمدير فني ولا انا كنادي اهلي؟ انت كنادي ولا كنادي ولا مكمدير ولا فني؟ ما هو مدير فني ده بيمثل النادي، النادي الاهلي. انت كمدير فني عندك اريحيه لاعب لعيب تمام، استنى عليه اخر الموسم. عليه كتير. يبقى اخر الموسم مش هتقدر تصبر لحد دلوقتي. ده احنا النهارده لسه قبل بدايه في بدايه الاستوديو بنقول ايه، مين تسعه؟ أي. كهربا ولا شريف ولا بيرسيتاو ولا شادي؟ مين تسعه؟ مين مش مين تسعه؟ ما دول كلهم تسعه. ايوه، مين رقم تسعه الاساسي للنادي الاهلي اللي بيلعب، اللي هو رقم واحد بالنسبه لك؟ انت ما عندكش حد، ما عندكش واحد يعني يعني ثابت. فاحنا شريف يجيب جول ثبت شريف، كهربا يجيب جول. طب خلينا يا جماعه، خلينا في كهربا. فاهم قصدي؟ ليه؟ لان ما فيش ثبات بشكل مستمر في في الاداء والمستوى. والمدير الفني في التوقيت الحالي، خد بالك التوقيت الحالي صعب جدا، لان انا بلعب ماتش النهارده ضيعت جول، جه راس الحربه نزل كهربا جاب جول، يبقى كهربا هيبتدي. فاهم؟ الماتش اللي بعديه كهربا ما جابش جول، نزل شريف جاب جول، يبقى شريف يبتدي. فانت عندك مش روتيشن بس، عندك عدم ثبات يعني بشكل مستمر في المستوى. في ارجع للكلام بتاعنا يا كابتن، يعني في لعيبه الى الان لم تتحمل الضغوطات، يعني لم تتحمل حد الى وقتنا هذا، ومش قادرين يتحملوا الضغوطات. وخد بالك ودي طبيعه نفسيه. طب هقول لك على حاجه، هو حسام حسن ده مش كان هداف الدوري وجه في لعب في النادي الاهلي؟ هل قدر يتحمل الضغط الرهيب جدا اللي موجود داخل جوه النادي الاهلي؟ ومشي من النادي الاهلي تالق في سموحه وتالق تاني. هل هو لعيب وحش؟ لا، كلمنا فيها من هل هو لعيب وحش يا كابتن؟ لا مش لعيب كويس، هو مش قادر يتاقلم على بالظبط، مش قادر يتحمل الضغوطات المتتاليه في كل مباراه. النهارده حسام ممكن يجيب 10 تجوان في الدوري مع سموحه، يبقى رقم واحد في مصر. لكن تجيب 10 في الاهلي تبقى انت رقم واحد في لا طبعا. مش كده ولا يا كابتن علي؟ طبعا. فاهم قصدي؟ يعني انت النهارده ال10 هنا، ال10 هناك بالاسترليني مضروبين في 20 يعني كانهم 200. ال10 هنا لا، انت فاهم؟ والله يا كابتن كل كلامه مجد. ما انا بقول شكلها الدولار بكام النهارده؟ رجل اعمال، رجل اعمال. يعني الامر صعب، عشان كده بقول لك والحكم على اللعيبه هناك. ده فلان جاب جول ماشي، ده فلان انت فاهم تسمع كل ثلاث اربع عشان ده فلان جول ده عالمي. طب هنا لكن انت هنا شايف الضغوطات اللي هناك كمان يا بلال كابتن، لكن هنا كابتن ايوه الربع ولا لا لا يا كابتن. انت مثلا النهارده سموحه لعب مع البنك الاهلي تمام، وبعدين لعب مع المقاولين، الماتش اللي بعديه جاب جون. ايوه خلاص بقى ده جاب جون عالمي. انما انت النهارده لا، انت النهارده كل الناس بتقيمك، كل الناس شايفاك، جمهور بيقيمك، كل مباراه ميديا بتقيمك، سوشيال ميديا بيقيمك، مدير فني بيقيمك، الاداره نفسها بتقيمك. فانت وكل مباراه بتتقيم، يعني مش هتسيب، مش هتلعب ماتش حلو الماتش اللي بعديه تنام فتقول لك ايه معلش ما هو لسه جايب جول الماتش اللي فات. لا مش هتقول كده. لا بس انت لسه انت جايب جول الماتش اللي فات، والماتش ده محتاج تجيب او تصنع. يعني مع كلام بلال يعني في لعيبه اكيد فارقه في الدوري معقولين وكويسين، بس في ناس بتبالغ قوي في الكلام عليهم. مع احترامي لعيبه كويسه وكل حاجه، بس لو جم في الضغط بتاع النادي الاهلي مش هيبقوا. وحصلت معانا بدون ذكر اسامي في اكتر من لاعب. مظبوط. فمش شرط ان واحد متالق او زي ما بلال بيقول بيجيب اجوان مع فرقه، انا مش عايز اقول اسامي فرقه عشان بس فرقه كذا او فرقه كذا او شكله كويس بكذا، ان هو لو جه لعب جوه النادي الاهلي تحت الضغط ده بقى كل ثلاث وكل سبت وهيلعب وبطوله ويطلع من بطوله والجمهور هيلومه في كل ماتش والاستوديوهات التحليليه هتتكلم عليه وبتاع، بتلاقيه بعيد تماما لما بيجي يلبس تيشيرت لعب. بس هل بيبقى يعني المدير الفني ليه دور في النقطه دي؟ ما انا عندي لعيب كويس عنده حته لما بيلعب تحت ضغوط ما بيظهرش حتى بنص مستواه. حلو. بس انا مش عارف اخرج منها كلاعب، والدليل فيه لعيبه كتير زي ما قلنا ما بتتحملش ضغوط في النادي الاهلي، بتروح في انديه تانية بتتالق وبتمشي. بس انا كمدير فني مقتنع ان اللعيب ده كويس، هل ليا دور ان انا اخرج او ان انا اثر حتى بصوره ايجابيه
على مردود اللعيب ده لما ينزل الملعب؟ اه ليك دور بسيط ومؤقت. مؤقت خد بالك برضو يا كابتن. يعني انا مثلا قاعد لعيب كويس خد بالك، بس النهارده يا كابتن شايف ان هو نفسيا مش قادر يتحمل، انت ممكن تفضل تديله لفتره محدده، لان خد بالك انت برضو مش هتصبر عليه، مش هتقدر يعني مزبوط. مش هتقدر تديله طول السنه فاهم، الا بقى لو النتائج مساعداك وانت ماشي ما شاء الله زي الفل وفارق بينك وبين اللي اللي تحتيك مثلا 15 20 نقطه، فانت تلعب ما تلعب يعني والدنيا ماشيه. انما النهارده التوقيت برضو خد بالك مهم. النهارده مثلا القندوسي مباراه جيده، سجل هدف، ساهم في الهدف الثالث الاخير تمام، فرصه جيده بالنسبه له. هو لو جاي مضغوط من اسم النادي الاهلي مباراه زي دي تفوقه، مباراه زي كده تدخله المود، تدخله الجو العام، يلعب مباراه ثانيه زيها كده، يدخل ينزل الفرقه كسبانه، يسجل هدف، يصنع هدف، تلاقي خلاص ابتدى يخش والرهبه تبتدي تخرج تمام. بس هو في الاصل عنده شخصيه، لعيب لعب بطوله افريقيا ولعب مع فرق في مع فرقته، كان بيلعب في بطوله افريقيا ولعب ماتشات تقيله ولعب، لكن هو عنده شخصيه، ممكن يكون عنده رهبه الحضور والقدوم للنادي الاهلي في البدايه مظبوط، مش واخد طبعا على الاجواء في مصر. طب هل ده الدور اللي احنا بنقول عليه بتاع المدير الفني يقدر يساعده في الحته دي؟ لكن هل المدير الفني كل مباراه هيديله عشان يساعده ست سبع ماتشات لو هو مساعد يعني نفسه مش هصبر عليه؟ بالظبط. انت لو المنافسات يعني محتده في الدوري حتى كمان لو ماشي ايكوال مع الفرق مش هتصبر على حد ماتشين ثلاثه استحاله، لكن ممكن تقدر تكلم وتقاوم حد، لا هتيجي هتاخد الفرصه هديلك واحده واحده، تصبر تبتدي تختار الماتشات الصح تمام اللي ما فيهاش مشكله وتبتدي تديله، فيبتدي نفسيته تعلى، يبتدي يخرج من حته التوتر والضغوطات اللي موجود عليه، ده لو هو اصلا شخصيه قابله للكلام ده. لكن في لعيبه لا ما بتقدرش، يعني في لعيب هجيبه عنده 28 29 سنه ما لعبش منتخبات ما لعبش فرقه كبيره ومثلا وما اتحطش تحت ضغوطات، تيجي تلعبه عشان لعيب ولعيب كويس تمام، تيجي تلعبه في النادي الاهلي ماتش 2 3 مش هتلاقيه، مش هتاخد منه حاجه، استحاله. عشان كده بقول لك كابتن انت النهارده اللعيبه اللي بتجيبها انت عندك كنادي من المفترض ان اللعيبه دي تكون لعيبه لعبت زيها زي اللعيبه اللي موجوده عندك، يعني لو هتجيبها من افريقيا تبقى لعبت مثلا بطولات افريقيا، احتكت، لعبت ماتشات كبيره، لعبت منتخبات، اصلا انت نادي مش صغير، انت نادي كبير جدا مزبوط. جدا جدا. يعني امكانياتك وقدراتك الماديه كمان بتسمح لك انك تجيب لعيبه، ما هو لعيبه منتخبات صح. او على الاقل لعيبه مثلا لعبت بطولات افريقيا واحتكت احتكاكات كبيره جدا مزبوط. جدا جدا. ما هو انت بتتكلم على النادي الاهلي، النادي الاهلي نادي كبير. طبعا. الوضع الطبيعي ان انت لما بتجيب لعيبه سواء محليه او حتى على المستوى الافريقي، النادي الاهلي بالنسبه له حاجه كبيره جدا. فهيبقى الرهبه دي موجوده في البدايات يا كابتن بلال. كابتن في رهبه ممكن تاخد وقت يا كابتن ايمن، في فرق بين ان انا عندي رهبه القدوم وفي فرق بين انا عندي شخصيه تمام. وانا يعني ايه الفرق بين اللعيب الدولي في الناشئين واللعيب واللعيب العادي اللي كان بيلعب؟ تيجي تلاعب ده اللعيب الدولي في الناشئين يجي يكبر يلعب منتخب تلاقيه ما عندوش مشكله، ممكن في البدايه بس يبقى قلقان شويه متوتر وبتاع، اول ماتشات تديله ماتش 2 3 تلاقيه خلاص بقى في وضعه الطبيعي. ولعيب تاني جه لقى نفسه 22 23 سنه وما لعبش ولا منتخب وتيجي تلعبه دولي تقول لك ايه ده؟ هو ماله في المنتخب عامل كده ليه؟ امكانياته ياخد ماتش التاني التالت مش قادر، لان هو اصلا مش متاسس يعني مش واخد على حته المباريات الدوليه الكبيره. عشان كده بنقول لك في فرق بين اللعيب، كان زمان يقول لك مثل كده ده لعيب محلي ولعيب دولي، لعيب دولي متاسس لكده. الانديه الكبيره بتخرج لعيب دولي، بتخرج لعيب متاسس. يعني انت النهارده لما العب في النادي الاهلي مثلا اكيد بروح منتخب الناشئين اه طبعا لا أيوه. وبلعب منتخب الناشئين وبروح المنتخبات وبلعب ماتشات الدوليه وبلعب ماتشات افريقيه، فبالتالي لما اروح منتخب مصر انا ما عنديش ازمه، ممكن ابقى في الاول عندي رهبه التجمع بتاع المنتخب، الماتشات الكبيره اللي هلعبها مع زمايلي اللي ما اعرفهمش، لكن مره اتنين تالته هتلاقيني خلاص هديت استقريت نفسيا، هبتدي ادخل في الاجواء الطبيعيه. لكن النهارده اروح اجيب مثلا لعيب لا لاعب دولي ولا لاعب بطولات افريقيا وعشان شفته بيلعب ماتشين حلوين في الدوري بتاعه واروح اجيبه، انا كده اختيارات يا كابتن. الاختيارات مهمه جدا للفرقه الكبيره، الفرقه الكبيره محتاجه لعيبه عندها شخصيه، اتابع لعيب واحد او اثنين وثلاثه، وده بتحصل في النادي الاهلي، وبتابع لعيب واحد اثنين وثلاثه وماتش و10 عشان اجيبه يلعب في النادي الاهلي. عشان كده يا جماعه تيشيرت النادي الاهلي ده كبير جدا، القيمه والفاليو بتاعه النادي الاهلي كبيره جدا جدا جدا. عشان تيجي الاهلي لازم تعدي بمراحل كتيره جدا جدا، مش مجرد ان انت جبت جونين اخر السنه ولا جبت جون وجاي، لا انا لازم اجيب لعيب عنده عنده الكواليتي، الشخصيه، المواصفات، القدرات والامكانيات، الفكر، الثقافه، دي كلها حاجات
بره الكوره يعني بجوار ان هو لعيب كويس لازم عندك حاجات تانية مختلفه تمام. ما ينفعش تجيب واحد مثلا ايه بتاع خناقات، ما هو مش هيمشي معاك طبعا. الواحد لازم تجيب واحد كمان مثقف يعرف، واحد كمان عنده طموح، واحد عايز يدي تمام، واحد عارف ان هو جاي يتحمل مسؤوليه، مش جاي يتبسط ويجي في التلفزيون وبتاع والاهلي والماتش. انت بتتكلم بعيد عن الامكانيات الفنيه. انا بكلمك بخلاف الامكانيات الفنيه كمان بالزبط. انت يا ابني جاي النادي الاهلي، فطالما جاي النادي الاهلي هنا الموضوع مش بس مختلف. شهره هتكتسبها او فلوس هتاخدها من النادي، هتاخد شهره وهتاخد فلوس هتاخد بطولات، لكن هتلعب في النادي الاهلي؟ هتستمر في النادي الاهلي؟ لا، تتوقف على شخصيتك تمام وثقافتك وسلوكك بره الكوره كمان، مش داخل الكوره، بره الكوره مع اسرتك كمان في الشارع مع الجمهور. يعني الاهلي قيمه كبيره جدا يا كابتن ايمن، جدا جدا. عشان كده احنا بنقول يا جماعه، بنقول لا والله اللعيب ده لا شخصيته، خد بالك احنا ما بنقولش الكواليتي الفنيه خالص بالزبط. لان انت اصلا بتجيب لعيب كويس، دي اهم نقطه دي ده يا كابتن اسامه. يعني طبعا الكواليتي يعني ما انت سايبه كده النادي الاهلي بيجيب لعيب اصلا الشخصيه الفنيه، انت اصلا يا كابتن بتجيب لعيب كويس مزبوط. يعني انت لما بتيجي تشتري حتى من الدوري المصري بتجيب لعيب كويس، لكن بتيجي تقيمه تقول ايه؟ لا هو شخصيته مش راكبه مع النادي، شخصيته مش راكبه مع النادي الاهلي، ودي بتفرق كتير جدا مع اللعيب خد بالك ومع النادي يا كابتن ايمن. بس هقول لك حاجه برضه، رؤيه المدير الفني احيانا بتفرق بقى مع لعيب زي ده. واحنا خدنا حاله كحاله مثلا كابتن اسامه، وانت حضرت الوقت دوت مع الكابتن علاء حاله فلافيو اتكلمنا فيها، بس مستر مانويل كان مقتنع بيه اقتناع كامل بالرغم من مش عايز اقول سلبيه يعني فلافيو، بالرغم ان هو اداله ماتشات كتير. الجول الاولاني لفلافيو كان في نهايه الموسم مع المحل. بس انا عايز اقول لك حاجه، اتفضل. فلافيو اولا جاي هداف الدوري الانجولي ماشي، وكان ماشي اتفضل، وكان ليه اسم كبير هناك ماشي. خلي بالك الفتره اللي جه فيها فلافيو الفرقه كانت قويه جدا، وبلال حضر الفتره دي، بلال حضر الفتره دي، وكان عماد متعب موجود، وابو تريكه موجود، وبركات موجود بلال كان موجود، وابو تريكه موجود، وسيد معوض اعتقد موجود، يعني الفرقه كانت تقيله جدا جدا. كمان وجلبرتو خلي بالك بقى، خلي بالك بسنتين خلي بالك بقى قبل فلافيو بسنتين. بص خلي بالك اللي نفع فلافيو ايه؟ مكسب الفرقه كانت بتكسب على طول على طول على طول على طول. ليه؟ لان في فتره انا عارف مستر مانويل كان خلاص اتخنق، خلاص اللي جاب اخره منه، بس احنا كنا بنكسب بنكسب بنكسب. فجه في ماتش اللي انت بتقول عليه ده راح فاتحه معاه، ابتدت الامور تمشي. لكن لو النادي الاهلي ما كانش الفتره دي بيكسب ونتائجه جيده كان فلافيو قعد ومشي، ومن بدري معنا كمان، ومن بدري ومن بدري ده مش معناه ان هو لعيب وحش لا لعيب كويس ده معناه ان ظروف الفرقه كمان ساعدته تبقى يا اما عامل ايجابي يا اما عامل سلبي. يعني انا النهارده بكسب والكابتن اسامه مثلا وحش تمام وبلعبه، بس الفرقه بتكسب يا صح. حتى المدير الفني ماشي. كمان تفسيرها بيقول ايه؟ بيقول اصل التروس راكبة على بعضها، الكيمستري بتاعت الفرقه راكبه، لو شلته ممكن يحصل خلل في الحته دي مع انه بيأدي وحش، بس ممكن يقول لك اصل التركيبه الدفاعيه مع المنظومه الهجوميه، عارف الفلسفه دي. انما النهارده لو الفرقه النهارده بتخسر لا طبعا المدير الفني نفسه مش هيقدر يلعب مش هيقدر. انت كاتب عندك يعني والله النقطه دي المدير الفني نفسه يا كابتن، اولا لانه عايز يكسب، اولا لانه عايز يكسب. تاني حاجه مش هيبقى تبقى الاسئله موجهه، خد المدير الفني برضو بيخاف على اسمه شويه. يعني انت بتلعب على ميهوب ليه والفرقه بتخسر حتى المقتنع بيه، حتى المقتنع بيه طب الفرقه، طب هو سبب من ضمن اسباب الخط ده، علامه بيضيع كل شويه. طب انت بتلعبه ليه؟ طب ما تجيب حد تاني، اصل علامه لعيب كويس بس مش موفق. طب في لعيب مش موفق يلعب؟ ما احنا لسه كنا بنتكلم على حته التوفيق، المقاولين العرب موفق جدا 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 جدا، خلاص انت بتلعب فرقه موفقه. فالنهارده انا ممكن الاعب مثلا ايه سين من الناس، يعني كان مثلا يعني مثلا يعني ما تقولش اسماء سين وخلاص. لا لا قول قول لا 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 ده بيغلط. قول جي قول جي يعني انا بس قول جي لا لا خالص انا هتكلم بالله. لا لا قول قول اسمع يعني مثلا شوف مثلا كابتن محمد رمضان يعمل كده تيجي جون، يعمل كده تيجي جون، تقدر ما تلعبوش؟ لا لازم يلعب. لا طبعا طبعا استحاله طبعا. لعيب بص بيعرف يحط دماغه تيجي جون ناحيه، يحط دماغه تيجي جون ناحيه، يشوط تقلش تيجي جون، ما فيش مشكله يعني. لا 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 مقصود رمضان جول حتى لعيب كبير. لا لا انا بتكلم مع كابتن رمضان. بص انت انا بديك انت بس كلمت غلطك لا 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 انت بتتكلم بسلام اصل لا صح انا بقول
لا احنا بس كابتن بدر لا ما احنا كلنا شطنا قلشنا وجاب جاب انا قصدي يعني لو شطوا قلشنا جاب جون انا مثلا يعني شطوا قلشنا جاب جون بقول لكم ايه يا كابتن النادي الاهلي تقدر تقول انا لعيب وحش استحاله استحاله يا كابتن النادي الاهلي لو 4 5 كويسين في الفرقه بيشيلوا هيشيلوا الفرقه جاء بقى فلافيو جاء بلال جاء متعب ده انتوا لعبتوا ب 3 5 2 ب 2 فراوده ما كنتش عايز فلافيو ده يبقى كويس جنبه بلال وجنبه متعب لو قلشت من هنا هتروح اقول لك على حاجه لو قلشت من هنا هتروح له والله العظيم تريكا ومحمد استنى 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 ونص ملعب بتاعه والله العظيم نفس الشكل ايام احنا كنا بنلعب وفلافيو وعماد متعب الثلاثه نص ملعب غير عادي وفراوده غير عاديين لما جه علاء ميهوب وجه ايمن شوقي ما بقيتوش نجوم بقيتوا نجوم ايوه ايمن شوقي بقيتوا نجوم تفهم ازاي لا لا ثانيه معلش هطارد انا كنت فيه دايما جه امتى انا جيت بعد علاء كذا سنه إيه؟ بعد علاء سنتين تقريبا سنتين اقول ما انا بجيب سيرتك زي ده سنتين ايه لا لا زي فلافيو لا ابو هيجامل في الاستوديو مش عايز انا بقوله زيه زي فلافيو انت فاهم ولا مش فاهم ما كانش عنده فكره فمشيت الكوره برده كان هداف بيعمل كده طبعا لان بس يا حسام لما كان في اي حد يخش في فلسطين والدنيا ماشيه ها احنا 4 5 كويسين وواقفين على رجلينا كله بيسترزق بنسمعها كده كله بيسترزق كله هيخش جوه 18 هيجيب جون ليه؟ لان في 300 جلبرتو وعلي معلول بس في نقطه ومصطفى عبده في نقطه بلال مهمه جدا ومتعب وكل الناس دي راحت فين؟ بلال منتخبات وتاريخ وسيفي وقاعدين النهارده احنا بنتكلم وبنقيم على فكره ليه؟ لان 4 5 فرقه النادي الاهلي جامدين ما تقلقش على حتى انتقاد حتى بيبان التفاحه اللي هي عايزه شويه تصبر عليها شويه التفاحه النادي الاهلي في حاجه لسه اسمه الضو ده رخر جاي لكم لعيب كويس قوي ده هتلاقيه جنب كندوسي وجنب ناس فيها شبه من بعض كويس انما في ناس عندهم زي ما قالوا الكباتن شخصيه هي اللي بتمشيه بقى هو اللي بيروح عامل كده ولامم وداخل ابص ليه هو الجول بس انت عارف دي الحاجات الفرديه دي الفرديات اللي بتبصم في الملعب بص يا كابتن حتى انتقاد الناس لي انتقاد الناس او حتى فنيين مش الناس مش الجمهور العادي حتى الفنيين ساعه المكسب حتى لو في واحد مش كويس قوي بتقول ايه ده عمل لعبه حلوه ده هتيجي منه لكن لما بتخسر ده انا بتكلم على مستوى الجمهور ومستوى النقاد فما بالك بقى المدير الفني المدير الفني بيكسب حتى لو في حد عنده وحش هيبقى عايز يصلح عايز يعمل بس زي ما بلال قال ايه ماشي. هو ماشي في العجله أيوه. وانا فرحان وكسبان غير بقى لو انا بخسر وبعدين في انتقادات على لا طب انا هلعبه هو انت اي لعيب بتجيبه عشان يشيلك انت عارف انت اي لعيب بتجيبه عشان ده على الاقل انت عايزه زي اللي موجود عندك وبتنمي معاه المهارات بتاعته وبتوري له الخريطه زي النهارده ما انت قلته على كندوسي دخل جوه 18 وجاب جول متشكرين ده اللي طلبنا لطاهر طاهر محمد طاهر هو وبرستاو النهارده التوفيق قبل الماتش قلنا معاد الثقه انه تاخدوها على فرقه زي دي ده اللي احنا بنطالبه دايما لان هم دي اللي بتكمل نص ملعبك اللي انت بتقول انا عندي نص ملعب ما اقدرش اغير عندي واحد واثنين وثلاثه وانت عايز كمان فيرود واثنين وثلاثه بينزل شادي مش متوفق لحد دلوقتي في ثقه في استلام الكوره انا اعتقد ان شادي فقد في استلام ثقه عدم ثقه في استلام الكوره والمناوره والكلام من ده لها ظروف تكيف في الموضوع انما ده لو ده اول ما نزل راح جايب جول هتلاقي اداؤه بيتغير حاجه تانية خالص ده اللي احنا بننادي بيه للعيبه كلها وده برضو بيرجع للعيب نفسه انا ببات تحتيها وبركز وبتمرن وما بفكرش غير فيها ليه؟ ان هي عايزه كده وما بتديش غير لكده في الكوره الكوره ما بتديش غير كده اللي بيجري في كل حته الكوره بتديله وبيجي معاه في حاجات بيزك في الاول لازم اللعيب يعملها وبعد كده نبقى شيب كبشيب معلش انا انت خدت السؤال من بلال واتكلمت بلال بقاله هو واسامه ساعتين هم قاعدين يتكلموا الاثنين ساعتين وبعدين الكابتن ايمن بيتكلم في الموضوع ده انت الصوره خدت المايك كده ووتيت خلي الراجل يتكلم بعد تلت ساعة بتتكلموا انت كنت نص ملعب يا دوبك بتنقل وترقص جول وترقص جول وجيب جول كابتن شريف عارف يا كابتن برضو الفرق بان يكون معاك لعيبة
كواليتي عاليه نجيب عليهم لعيب من لعيبه عاديه ايه ان انت كمان كمدير فني انت بتفكر في اللي موجود يعني عايز دايما تجيب حد يا قريب منه يا اعلى منه فاهم قصدي يعني انا النهارده لما يكون عندي علاء ميهوب مثلا وعندي شريف عبد المنعم وعندي ثلاث لعيبه في نص ملعب وانا بشتري كمان وانا خد بالك وانا بشتري ما بشتريش اي حد لاني بقارن على طول بقول على طب انا لما هروح اجيب واحد يعني على الاقل يكون علاء ميهوب مثلا لو 80% يبقى 70% 60% لا 70% 65% لكن ما يكونش 40% فالكواليتي نفسها وانت يعني وانت بتشتري بتبص على اللي موجود عندك هل انا اللي موجود عندي ده اللي انا هجيبه ده قريب ولا بعيد ما هو انت دايما اللي بتشتريه ده لازم يكون قريب من اللي موجود عندك في لعيبه عندنا كانت 30% ولعيبه انتوا عارفينها كلكم باسمائها وكام ومشي وبقت 20% وفي السكواد بتاعك وفي اسمائك دي اللي انت بتتكلم عنهم دول بقوا 70% و80% وبقوا اساسيين في منتخب مصر عشان ان انت بتكسب عشان بيلعبوا فين بيلعبوا فين مع النادي الاهلي وجنب مجموعه تقيله وجنب مجموعه تقيله واتخلق لهم بوزيشن واتخلق لهم حاجات صح. وكلنا عارفين كده طيب كابتن شريف لو اخترنا رجل مباراه اليوم من النادي الاهلي طب يا كابتن علاء شكل السؤال صعب علي معلول اما تخلص بكلمني علي معلول انا بعت لما تخلص كابتن علاء انت علي معلول طبعا انا برضه لا 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 انت بتاخد من بوقي وتكرر لا احنا متفقين على الموضوع في حد كافي وانا كنت نايم ولا ايه كنت انا عايز اقول حاجه ثانيه معلش عندك ثلاث اربع لعيب لا 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 علي معلول لينا كلنا طبعا لا متفقين طبعا كابتن علي ثلاث اهداف النهارده هو كان مميز بغض النظر عن الاهداف كويس قوي الكره اللي قبل ما بيشغل رجله ودي شغاله بلاي ميكر كمان صحيح بيلعب بكل بساطه وسهوله دايما شامله للملعب دايما هو لازم يستريح الهدف الاول والهدف الثاني والثالث وكان ممكن الرابع لو محمد عبد المنعم جاب الجول صحيح العرضيه طبعا علي معلول يستحق يبقى فعلا رجل مباراه اليوم هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس للحديث عن الحاله التحكيميه انتظرونا نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس مشرفنا كابتن تحياتي كابتن العلمي وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي تحياتي النجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم كابتن علاء ميهوب كابتن اسامه عربي كابتن بلال الله يخليك كابتن ايمن مبروك للنادي الاهلي مباراه اداء ونتيجه هارد لك لنادي القطن الكاميروني نتمنى ان شاء الله دي بدايه النادي الاهلي ان شاء الله نتمنى ان شاء الله باذن الله المباراه اللي جايه الاهلي يعدي ويوصل للهدف كابتن شريف ان شاء الله باذن الله هو قادر على كده ان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه الحكم بلال اللي هو احمد امتياز حكم من الحكام الاتحاد الافريقي النهارده بيبتدي يطلع حكام انت النهارده عندنا بملك وعندنا مجيد نضاي وعندنا فيكتور جوميز كل الناس دي بتبتدي تبطل هو بيبتدي يطلع حكام من الحكام الصعبين فيكتور جوميز بطل موجود اه خلاص هيبطل ماسك تقريبا ماسك جنوب التطوير ماسك رئيس لجنه الحكام في جنوب افريقيا صح كده فهو النهارده الاتحاد الافريقي دايما بيحاول يطلع الحكام مثلا زي عندنا هنا مثلا في مصر محمد عادل امين عمر البنا كابتن شريف فهو بيبتدى يطلع الحكام ده حكم من الحكام كابتن علاء من موريشيوس حكم مش كبير حكم صغير ولكن هو يمكن عنده كابتن بلال كابتن علاء عنده مشكلتين يعني لابد ان هو يطور من ادائه فيهم حته التمركز ودي محتاجه تدريب كتير جدا جدا كابتن بلال ازاي انك انت تبعد عن مسار اللعب النهارده يمكن ثلاث مرات يقف في محيط اللعب كره جت مره فيه وراحت للفريق اللي هو بتاع القطن وبذلك عنده مشكله ازاي يبقى متواجد بعيد عن مسار اللعب النقطه الثانيه المهمه كابتن ايمن وهي المعيار البطاقه يعني شفنا عندنا في مخالفة ضد عبد المنعم دي تمت بتهور هو طبعا ما اداش فيها بطاقة في مخالفة تانية ضد هاني الحالة دي كلها طبعا معانا ما اداش فيها بطاقة لابد ان تفرق ما بين الخطأ بإهمال والخطأ بتهور لأن هنا النهارده أنا النهارده ممكن اللاعب يحمل بطاقة صفراء ياخد الصفراء والبطاقة الحمراء ويطلع فدي المشكلتين اللي هو عند الحكم لابد ان هو يتمرن ويطور من أدائه كابتن شريف في الفترة اللي جاية هو النهارده بردك محظوظ يا كابتن بلال دي الاولى صح محظوظ جدا 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 والنهارده بخته النادي الاهلي بيجيب جون سهل الامور خلى الامور تبقى مش متصعبه قوي الدنيا كلها كانت كويسه هنشوف الحالات التحكيميه كابتن علاء ونشوف اول حاله معانا هو هنا احمد امتياز وحكم زي ما قلت من الحكام
الصاعدين. نتمنى طبعا ليه التوفيق في الفتره القادمه. هنروح للحاله الاولى ونشوف هنا ده هنا الهدف، اول هدف في الدقيقه الاولى دي بتريح الحكم يا كابتن، خاصه لما بيكون النادي الاهلي فايق وعلى ملعبه وفي وسط جمهوره، وهدف في الدقيقه الاولى خلاص الامور كلها بتبقى مش مشدوده قوي على الحكم. ده الهدف، بقول ان ده الهدف ده سهل مهمه الحكم في ادائه في المباراه، خلى الامور كلها تمشي بشكل جيد. كمان النادي الاهلي يا كابتن دايما بامانه لعبته دايما تحترم القانون وتحترم الحكم، مش حد بيعترض يا كابتن ولا حد بيروح للحكم ولا بيعترض، بتبقى الناس مركزه، الناس كلها بتبقى يعني اي حكم بيبقى محتاج يحكم لفرقه كابتن شريف ما بتعترضش، وهي ديت لعيبه النادي الاهلي ما بتعترضش على قرارات التحكيميه. ده من العنصر الثاني. نشوف الحاله اللي جايه بقى، وهي حاله يعني هنا تميز للحكم بامانه. صح، خلي بالك حاله من الحالات المهمه جدا، لو الحكم مش قريب يمكن هو كان محظوظ في ان هو كان قريب، كان حسب ركله الجزاء. مظبوط، لان هذه الحالات احيانا بالشكل يا كابتن وبالمنظر والوقعه تخض اي حكم، ولكن هو طبعا كان قريب ومحظوظ. طبعا هنا في اصطناع سكوت، وهنا البطاقه طبعا الصفراء دي وجوبيه في هذه الحاله، حكم بيحسب ركله حره غير مباشره وبيدي بطاقه صفراء نتيجه التحايل. وهنا بنقول ايه يعني، هنا لو شادي لو مشي عادي ما نطش كان خد ركله جزاء. صح تبقى كابتن بلال. صح لو مشي عادي خالص هياخد ركله بنسبه 100%. انما النطه دي يعني انا بقول يعني ما كان يجب ان هي تتعمل ليه؟ لو هنا شادي بيحمل بطاقه صفراء وخد الصفر هنا بره البطاقه الثانيه، فهنا طالما انا يعني مش هلحق الكوره خلاص ما اعملش السكوت ده، لان يحملني بطاقه صفراء كابتن علاء، وهنا بطاقه صفراء مستحقه في هذه الحاله نتيجه ادعاء السكوت او التحايل على ان هو ياخد قرار بركله الجزاء وهو قرار مش موجود. الحاله اللي بعد كده ده اللي احنا بنتكلم فيها بقى، انا قلت عنده مشكله في يعني زي ما قلت ازاي معايير البطاقه الصفراء، وده مهم جدا. يعني لما تبقى حاله زي دي كابتن هنا وهنا في الدرس واضح، وانت كحكم يعني المفروض هنا على الاقل الحكم هنا اهو موجود وهنا المخالفه هنا موجوده، ودي كانت في اول دقيقه. خلي بالك انا ما عنديش حسابات كحكم، يعني انا ما عنديش حسابات هنا في مخالفه في تستحق البطاقه اشهر بطاقه. صح، انما ما عنديش حسابات ان دي اول دقيقه وممكن بعد كده اللاعب، لا انا ما عنديش الكلام ده. ما هو مين اللي اخطا يا كابتن بلال؟ اللاعب اللي اخطا. هنا بطاقه تستحق، حاله تستحق البطاقه الصفراء، طبعا الحكم هنا حسب المخالفه تقريبا وما اداش فيها البطاقه الصفراء. حاله بعد كده شوف هنا الحاله دي مهمه جدا. هنا البعض قال وشاركوني في اللعبه دي، بس يعني هل هنا اللاعب يتعمد ان هو بيرجع الكوره كابتن بلال؟ لا لا، كابتن شريف، كابتن اسامه، كابتن، للناس بتخلط احيانا ما بين واضحه كابتن هنا البعض قال ان الكره رجعت للحارس متعمد من المدافع، وفي الحاله دي لو فعلا الحكم بيحسب الركله حره غير مباشره من مكان الحارس، ولكن هنا الكره كانت باص كره عاليه الراجل مش بوشه وبيحاول يلعب الكره فراحت رايحه الحارس، هنا مفيش تعمد ان اللاعب يرجع الكره الحارس، وبالتالي هنا كان قرار الحكم باستمرار كان قرار صحيح. الحاله بعد كده هنا نشوف الحاله ديت، وهنا دي حاله مهمه جدا جدا جدا. يعني انا النهارده الكره هنا لم تذهب لليد، واليد لم تذهب للكره، مفيش مخالفه لمس الكره باطلاقا، وهنا وما كانش فيه تسلل، يعني اللعب مفيش تسلل، وهنا الكره هنا في الصدر. خلي بالك ودي حاله مهمه، انا كحكم لو ما عنديش التفاصيل اخلي اللعب يتواصل، ولكن من غير ما اقول النهارده انا احسب هنا لمسه يد واللمسه دي مش موجوده. خلي بالك الراجل ده بستة يارد يعني سند على صدره ونزل يجيب جول، كان جول. فدي من الحالات المهمه ان هو لما يرجع لو هو بيتابعنا بقى يشوف هنا مفيش مخالفه لمس كره بيد، وهنا اجهض هجمه مهمه جدا جدا للقطن الكاميروني. الحاله بعد كده هنا بقى دي الحاله تاني، بنرجع تاني لموضوع العقوبات. من فضلك يجب عليك انك انت تطور من ادائك في المعيار. دي هذه الحاله كابتن في الملعب احنا جايبينها صوره، ايوه لا دي ممكن تعمل مشكله في الظهر، مشكله في لان الراجل جاي من مسافه وعملت مشكله في الظهر وعملت يعني انت النهارده بتتكلم في حوض او في ظهر او في فقرات، يعني فين البطاقه؟ لا لا عندك مشكله، لا يجب انك انت تطور من ادائك، دي حاجه مهمه جدا. يا اما بقى انت بقى مش لعيب كوره ولا انت عندك الحته الفنيه دي عندك مشكله فيها، لا يعني انا بقول كانت النهارده مشكله الحكم
هي العقوبات الانضباطيه والتمركز، وده محتاج تدريب في المباراه القادمه يا كابتن ايمن. اللي انا عاوز اقوله لو في وقت في نتكلم على الخبير الاجنبي. هو برتغالي وبرتغالي كابتن ليه سي في محترم جدا 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 يا كابتن علاء. ادار في 98 كاس عالم، في 2002 كاس عالم، يعني كاس عالم مرتين. ايضا برتغالي وبيشتغل يا كابتن. لا بيشتغل. ايوه. الحاجه الثانيه هو مسك في روسيا فتره التحكيم، ولحد علمي هو هنا يعني هيمسك رئيس لجنه الحكام في الفتره اللي جايه. بنقول لكابتن من خلال الاستوديو، ودي حاجه مهمه جدا كابتن ايمن، ان احنا مع اي حد يطور التحكيم، مع اي حد يطور التحكيم. صحيح. ومن هنا لابد من الراجل ده يتوفر له جميع السبل يا كابتن اسامه. صحيح. يعني النهارده انا خبير مش هشتغل لوحدي، هتبقى في لجنه حكام. اتمنى ان اللي موجودين في لجنه الحكام مع الراجل اللي جاي يقدموا له كل السبل في ان هو ينجح، واعتقد ان هو عنده شغل وعنده فكر وهيطور في الفتره اللي ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله كابتن. نشكرك شكرا جزيلا. بنقول تاني مبروك للنادي الاهلي، ونقول ان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه الاهلي يعدي ويمر باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن ناصر، متعتنا كالعاده. شكرا كابتن. وانتهى الفقرة التحكيمية أعزائي المشاهدين، بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني والمؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات للأندية أبطال الدوري الإفريقية، والتي انتهت بفوز النادي الأهلي 3-0 عن جدارة واستحقاق. ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة، والتوفيق الفترة القادمة الصعبة إن شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهاردة، كابتن شريف عبد النعم، شكرا يا كابتن شرفتني. شكرا كابتن ايمن، مبروك وعبال اللي جاي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن سامع عراوي، شكرا يا كابتن. شكرا ايمن، والف الف مبروك، مبروك لجماهيرنا، وان شاء الله دايما في ظهر اللعيبه باذن الله. يا رب ان شاء الله. كابتن علاء مهيوب، شكرا يا كابتن. شكرك يا ايمن، مبروك، ومحتاجين التوفيق الفتره القادمه دي. صحيح. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. كابتن احمد بلالي، شكرا يا كابتن. شكرا كابتن، الف مبروك للنادي الاهلي. وشكرا لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى، واستوديو تحليلي آخر لكم مني، أطيب المنى وورقة حياتي.